بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. ما تخافش على الاهلي الا اذا كان الحب مشروط فالخبر فالخطر محتوم. محتوم صح؟ محتوم. <تصفيق> <تصفيق> اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس من ملك وكتابه كل سنه وانتم طيبين وحشتونا وطالت الغيبه لكنه اعتقد كان من المهم جدا ان احنا لما بنرجع بعد الاجازه بنرجع في توقيت مهم الاهل بيمر فيه في من تحديات ومنحنيات صعبه الحلقه 993 الحب المشروط والخطر المحتوم ليه؟ شوف است كلمه هي جت لي من من كلمه ما تخافش على الاهل اه طول عمرنا بنقول ما تخافش على الاهل ليه لان كلنا كنا لحمه قويه في مواجهه اي حد م -م. إذا كان الخطر يأتيك من الخارج فما تخافش على الأهل الخطورة الحقيقية أن يأتي الخطر من الداخل فاكر لما كنا بنقول الأهل مخترق كنا نشعر بأن إن البداية أن الخطر يأتي من الداخل فاكر لما كنا بنخوض معركة النظام الأساسي خشينا أن يأتي الخطر من الداخل في النظام الأساسي واليوم عندما نتحدث باستمرار حبوا الأهل كما وجدتموه أنت طلعت لقيت حاجة حلوة حبيتها عمالين ليه ننظر على الاهلي لدرجه ابتدينا من كتر ما عايزين ننتصر كل منا لرايه اصبحنا عشان ناكد وجهه نظرنا فبنهاجم الوضع القائم وباستمرار مساله التفوق بالشكل اللي احنا عايزينه انه يبقى في الاداء والامتاع و... و... والنتائج و... والاكتساح بصرف النظر عن الظروف والصعوبات اللي بت... ده شيء مش بشري لان مؤكد ان الصعوبات اللي حواليك بتؤثر عليك بنسب ايه اللي كان بيخليك تقدر تتجاوز النسب دي؟ كلمات سحريه زي روح الفانيلا الحمراء الاهلي بمن حضر العلاقه القويه بدعم الجماهير للاداره لان ما كانش الحب مشروط التم... وكنا بنقول هو الأهل يحتاجك اكتر وهو منتصر وقوي وعافي ولا يحتاجك اكتر عندما يشعر انه بعافيه بالبلدي كده مخستك يبقى انت محتاج جمهوره في اكتر وقت هو دلوقتي لكن عشان نبتدي نقلب على بعضينا وكل واحد يخالفنا في الراي ننقض عليه ونبتدي نقلب على اه الفرقه مش بتؤدي مؤكد مش بتؤدي احسن حاجه ومؤكد ان في خلل ما ولكنه خلل له مؤشراته وكان واضح انه هيبقى له مؤشراته جزء منه طبعا الارهاق البدني والتلاحم الماتشات جزء منه الاصابات اللي بتنتقي ابرز يعني كل لعيب عندك في قمه تالقه هو اللي بيصاب يعني انت عايز تفهمني ان ياسر غيابه ما اثرش؟ عايز تفهمني ان امام عاشور شناوي غيابه ما اثرش؟ ديانج أه أه لحد ما الشناوي بمفاجأة سعيدة الخطر قدر قدر يتلم منصب لو لو لعيب وفق فيه خلاص بيسد لكن في المنظومة الجماعية الأداء الأداء الدفاعي سبعة مرة واحدة من الأساسيين كتير اه لا وإصابات إصابات بتغيب ما عندكش وقت بقى إن الجديد يخش وينخرط وأنت عايز تعمل روتيشن كمان فما عندكش ثبات في التشكيل ما عندكش رفاهية ثبات التشكيل <applause> الروتيشن لما بيبتدي الراجل يعمل له فلسفه ضروري تختلف عن فلسفه ناس كتير مننا انه يبتدي مش باقوى تشكيل وينهي بالتشكيل الاقوى عشان يكون الفريق اللي قدامه اتقرى كويس تعب شويه فينقض عليه فدايما الشوط الثاني بتشوف الآلي في ظروف افضل لكن المفارقه والغريب جدا وانت بتقول له ايه؟ ما ابتديتش ليه بالتشكيل ده؟ فتاتي دائما التعادلات والكلام ده آه بعد اجراء التشكيل السليم إذن في خلل ما في الاداء في المنظومه اه نواجه ونعترف لكن دون ان نسحب الثقه ودون ان احنا ننقض على بعضنا عشان ده بيزود المشكله مش بيحلها الدعم والمؤازره لا هو المطلوب دلوقتي اخطر حاجه عندي يا استاذ ابراهيم غياب الجماهير عن المدرجات مش بس في الكورة في كل الألعاب أنت بتنظم بطولة فين جمهورك إيه الظاهرة العجيبة دي أنا هجي لك للجمهور لكن خلينا أقول لكم أبرز عناوين الحلقة إدارة الأهل ضعيفة طب يعني إيه قوية المدير وهكذا يكون نظام الأهلي على قدر اهل التحدي تاتي البطولات مخلفات القمه تكسب واخيرا ملوك الصلاه والسجاد ده محتوى حلقه النهارده لكن قبل ما اقوله لكم كان المهندس عدلي اشار الى نقطه في قمه الاهميه جمهور الاهلي النهارده إدارة النادي تلقت موافقة الجهات الأمنية على حضور خمسين ألف متفرج في مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة 26 أبريل إن شاء الله في استاد القاهرة خمسين ألف متفرج الأسبوع الجاي هتطرح التذاكر الأهلي محتاج جمهوره بقوة مباراة صعبة منافس شرس جدا مباراة الذهاب يوم السبت إن شاء الله تعالى الساعة 3 العصر في لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية العوده الجمعه اللي بعديها على طول الاهلي يحتاج الى جمهوره الموافقه على خمسين ألف متفرج نقله كويسه ما هي نقله كويسه بس في وقت الجمهور نفسه هو اللي عامل اكنه هو الذي يعاقب آه الاهلي او يعاقب نفسه م -م. انا عايز اقول حاجه يا استاذ ابراهيم انا عايز الجمهور يثق هو بيقول انا الاساس ماشي واحنا موافقين لما تكون انت الاساس ما تبقاش انت العنصر الغائب بقى تواجد عشان تشعر الناس اللي واثقه فيك واللي معتمده عليك واللي مستنياك في لحظات الخستاكه تاخد بايدها تعوض الجانب البدني اه الخستاكه بتضحك معاك باكر الخستاكة النهارده آه. دي تاني مره اسمعها آه. ما هو احنا بعافيه آه. بعافيه يعني ايه انت مش التحمتك مش اقوى حاجه بس ده تحريف لكلمه الكابتن حسن حمد اللي هي المفستكه ولا المهستكه لا المهستكه ده حاجه ثانيه دي لا نحطها لا حتى الخستكه دي لما تقول لواحد صحتك كده مخستكه يعني اه, آه. المهستكه ده, تعبير خاص بحسن <applause> ما عرفش جابه منين آه وكاد ان يقع ربنا يديله الصحه العمر ربنا يديله الصحه آه. جميل شخصيه جميله طبعا هايله قيمه ورمز كبير ربنا يديله الصحه يا رب آه 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 فانا عايز اقول والله محتاجينكم الاهلي محتاجكم بلا حسابات طب انا اقول حاجه مم. ما تيجي نبطل حجج الناس انتوا ما بتروحوش عشان الناس بتضايقكم طب ما الناس لو عارفه ان انا لما تضايقكم لو أنتم متصورينهم بيضايقوكوا عشان ما تخشوش طب ما تسيبوهم يضايقوكوا خشوا هو انت اللي معاك طبله الاهم الطبله ولا انت هتقولي ما هو ما منطق تعمل عني الطبله لا مش منطق وما اظنش انك هتتمنع عشان معاك طبله لكن نفترض نتطرف لاي سبب من الاسباب الازازه يقول لك افتحها ما, تخط... ما تخشش بيها ازازه الميه لا الازازه والحاجات دي دي في اي استاد بتتمنع عايز اقول ايه ايا كان السبب الشعارات يا سيدي السياسيه او ما اللي فاكرينها ما ت... انت انت هدفك ايه انت داخل تسند حبيبك اللي محتاجك مم. فكر في كده وبس خش اهم حاجه انك نكتو... تتوجد جوه احنا عمالين نقول عمر الاهلي مكان أقلية في الملعب م. على فكرة دي في وشنا كلنا وأولنا الجماهير م. ما ينفعش يبقى أقلية في الملعب أما جيل الخمسين ألف لازم يبقى كان زي زمان الخمسين موجودين وعشرين برة ويدخلوا الاستاد يتملي ويتملي مجرد الملو ده والمؤازرة أنت حطيت لفرقتك عشرين تلاتين في المية قوة طبعا قوة طبعا قوة إيه إنه حتى ما يسرحش حتى ما يهداش يعني انت لما تشوف احيانا الجون تحس ان ايه بتيجي نتيجة واحد تكاسل في الرجوع او استنى يعمل هجمة مرتدة، لا لو كل لعيب فكر ان الهجمة دي هي اللي هتكون الجن فينا هيرجع ويدافع. مم. هو ده اللي عايزينه، طب اللعيب ده يفتكر ازاي؟ من من صياح الجمهور هو ما يصحش انه يبقى في حد عنده دوافع اقوى من النادي الاهلي ابدا. مم. هو دوافع تاتي بالجماهير دي مش عايزة مناقشة. لكن فكرة ان اصل الجمهور مين بيمتلك الاهلي لا يمتلكوا احد الاهلي فكره مم. كلنا خدامين الاهلي كلنا خدامين الاهلي أي. جمهورنا بقى اللي بيحب الاهلي وبيستمتع بيه خش عوض النقص اللي حاصل النقص البدني النقص المعنوي النقص في الصحه خليهم يشعروا بانك انت العنصر ال ال اللي زي ما بيقولوا القيمه المضافه أي. خمسين الف لا عايزين 50 جوه و20 بره. <applause> يا رب طب هو الفولي ماله؟ في الفولي انت بتنظم بطوله, بطولة فين بطولة بطولة افريقيا الكره الطايره النادي بينظمها في صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي. ما تخليش حد يمنعك. الجمهور محدود جدا. ما تخليش حد يمنعك. في تسهيلات التذاكر مطروحه لا النهارده حقق الفوز الثالث ليه في او الرابع فيه للمجموعه في النهارده كسب فريق العداله الكيني 3-0. كل الماتشات اللي فاتت 3 0 3 0 ملوك الصالات دول محتاجين احسن جمهور محتاجين احسن جمهور في الكون على فكره انت كسبت دون, دون خساره دون خسارة شوط الفاينل هيكون الثلاث يعني احنا هنلعب بقى دور ال16 وال8 والسيمي فاينل والفاينل هيبقى الثلاث من هذا الدور والادوار الاقصائيه ديت الاهلي محتاج جمهوره محتاج الناس كلها تروح صاله الامير عبد الله الفيصل وتروح للنادي الاهلي وتساند الفريق بقوه ان شاء الله تعالى في الماتشات اللي جايه بالذات في الفاينل ان شاء الله يوم الثلاثاء استاذ ابراهيم انت بتكسب 3-0 انت مش في احسن حالاتك مم. عشان تكون في احسن حالاتك لازم الجمهور ده يكون موجود عشان كل لعيب وهو بيرمي السيرف شايل هم الجمهور ده وهو بيستقبل بيدي كل اللي جواه. فريقتنا لسه ما طلعتش كل اللي جواها. لأن الماتشات بتسمح بهذا، لكن في الأدوار الإقصائية في خطورة. مه. الغلطة بفورة. مه. احنا عايزين نكسب البطولة دي بشكل كويس. يلا يا جمهورنا تعالى فرح لعيبتك عشان يفرحوك. في الكورة طيب الهاند بول احنا ماشيين لسه قدامنا مشوار في البطولة الإفريقية. رحنا كأس العالم للأندية. حلوة كافئهم بقى. خليك وراهم وتابعهم مش عايزين ابدا فكرة ان اصل التشكيل مش عاجبني يبقى انا ما ما ما, احضرش او الاصل المدرب يعني الكلام ده ماشي نقوله بعض وما فيش مانع فيه كل واحد من حقه يبني وجهة نظره كما يراه لكن في الاخر احنا مع الفريق ومع ادارته ومع ادارة النادي الاهلي اللي لحد دلوقتي بيتفي بالعهود والعهود وان سياسيتها لحد دلوقتي جايبه نتيجه كمل اه ممكن يبقى زي ما أقول لك في خستكه تاني لكن عوضني بقى انا ما زلت اناشد الجماهير وبقلبي فعلا مستنيينكو مستنيينكم مستنيينكم ده كلام مهم جدا لكن خلينا نشاطر الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي الاحزان وبنقدم له التعازي في وفاه المغفور له باذن الله والده الوليد كان سافر لبلده في المنيا للدفن ثم كان فيه تلقي العزاء امبارح في مسجد المشير طنطاوي في التجمع مجلس اداره النادي الاهلي حرص على تقديم واجب العزاء لكابتن وليد سليمان كابتن الخطيب واعضاء مجلس الاداره الكل كان حريص على تقديم واجب التعازي نجوم الكرة في النادي الأهلي القدامى والحاليين وأسرة قطاع الناشئين كلهم كانوا جنب الكابتن وليد سليمان لتقديم واجب العزاء الجميع كان حاضر الحقيقة نجوم الأهل أنا شفت عدد كبير قوي من اللعيبة بتقدم له واجب العزاء وكان الكابتن الخطيب وأعضاء المجلس بقاوة دوم لله وليد معظم نجوم إنسان مصر الحقيقة يعني. آه الحقيقة نجوم كتير أسرة الرياضة المصرية شخصية كلها مهذبة محبوبة كانت جنب وليد آه. وادي الأستاذ محمد الجرحي هتلاقي أعضاء مجلس إدارة حضروا تباعا البقاء والدوام لله كل التعازي للكابتن وليد وأسرته وربنا يتغمد الفقيد بواسع رحمته يا رب ويلهم الأسرة الصبر والسلوان كابتن عماد متعب وهتلاقي كابتن حسام غالي توالى حضور الحياه نجوم الالي واصدقاء وليد واعضاء المجلس وكتير من اسره الـ 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 الرياضه المصريه والاعلاميين الكل كان حريص على الحضور وتقديم العزاء ادي الصائر احمد حسن نجوم مصر الكبار والصغار و... يعني الحقيقه وليد محبوب وانسان محترم والمهندس محمد سراج البقاء والدوام لله خلص التعازي للكابتن وليد واسرته وربنا يتغمد الفقيد يا رب بواسع الرحمه الحقيقه يعني البعثه سافرت طبعا امبارح وهيبقى لنا كلام كتير عن المباراه لكن الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق بياكد ان بيرس اللي سافر مع الفريق تعافى تماما من الاصابه اللي تعرض لها وقال ان هو بقى جاهز للمشاركه في المباريات ومتروك الامر لرؤيه الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر، قال كمان الدكتور جاب الله انه بيرسي تاو كان عنده الام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركه في المباريات الاخيره، خضع لبرنامج علاجي اصبح جاهز للمشاركه بصوره طبيعيه واوضح طبيب الاهلي ان الثنائي امام عاشور ومروان عطيه الاثنين بيواصلوا البرنامج العلاجي وبيخضعوا لاجراء اشعه الاسبوع المقبل للاطمئنان على حالتهم. أجرى أجرى إمام عاشور أو أجريت لإمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع بين عظمة الترقوة ولوح الكتف بينما مروان عطية بيعاني من إصابة في العضلة الخلفية. بالنسبة لحسين الشحات بيواصل برنامجه العلاجي في الجيم ويحافظ على لياقته وده كان بعد الجراحة اللي أجريت ليه في عظمه الوجه والمفروض هيلبس ماسك او واقي الفتره الجايه ان شاء الله تعالى بعد عوده البعثه من الكونغو يكون معظم اللعيبه المصابين كلهم اقرب كثير لدخول التشكيل وتدعيم صفوف الفريق ان شاء الله. الشيء بشيء يذكر. اها انت بتقول خبر دلوقتي موقف المصابين. ايوه. والناقهين والمتعافين. اه. خلاص؟ حجم الاخبار بقى يا استاذ ابراهيم اللي طالت كل اللعيبه دي واولهم بيرسي تاو ام على بيرسي تاو متمرض متمرد زعلان مش عارف ايه الكلام ده بيتقال ليه لشعور الناس ان في جو ما بقاش الجو بتاع الاول اللي هو اللي حي ناحيه الاهلي حسابه معانا احنا فمش ازاي جمهورك لما كان ما بيسمحش مم. ما كانش فيه العبث ده ايوه يا استاذ ابراهيم في انا متاكد ان بعض الحسابات التي بتدعي وبعض الاعلاميين اللي بيدعوا انهم محبين للنادي الاهلي بيشكلوا خطوره داهمه على النادي الاهلي مهي. من خلال هو في محب يقدر يقول على النادي الاهلي عره ولا عرر يا ساتر هل معقول هذا الكلام وبعدين يصنف ان أصلا من حبه للنادي الاهلي والناس تثق فيه وتديله نفسها وهو مؤكد له ممكن اهداف اخرى يعني مهي. لكن الاهلي ما تقالش عليه كده ولا لعيبته تقال عليه كده ولا يجب ان نسمح بهذا مهما كنا زعلانين من فرقتنا او شايفين لكن الكلام اللي بيتقال ده هو معول هدم وليس بناء وليس نقدا وليس يعني بوق او صيحه استنفار <applause> لا يا استاذ ابراهيم ده كلام مش مظبوط <applause> <applause> اللي يتجرع النادي الاهلي اشطبوا من حساباتك على طول وما تصدقوش ايوه مفيش واحد يحب أهله أي. يهون عليه يطلع منه لفظ يهين أهله مه. هذا كلام لا يمكن إلا أن يكون ادعاء بالحب ما هو ده بقى ده اللي بقوله الحب المشروط اللي بتفهمني إنك بتحب وإنت مش بتحب مه. إنت بتستغل الصورة اللي متصدرة في إنك تقول أنا بحب وتدي الكلام الذي يهدم مه. النادي الأهلي تاني وثالث محتاج جماهيره المخلصة اللي بتستمتع بما يحققه النادي الأهلي حتى الآن النادي الأهلي مشرفك جدا شوية شوية في خلل حنتجاوزه حد كان متخيل يا شباب ان بعد الخمسة صفر من سان داونز الأهلي يكسب وينطلق كالمارد ها عشان يفوز بأفريقيا من خلال ايه؟ انت اللي وقفت جنبه الجمهور اللي وقف جنبه الأهلي ولما الماتشات العوده كلها كانت في مصر كان في اندفاع جماهيري بالكثافه وبالحماس المطلوب فقدرنا نتجاوز الصعوبات دي خلينا زي ما احنا محدش يخترق صفوفنا محدش يدعي انه بيحب الاهلي ويهين الاهلي غير مسموح هتقول لي بيحب هتقول لي من انفعاله لا ليس منا من يفعل هذا النادي الاهلي اكبر بكتير ان ينتظر كلمه من واحد عشان يدعي انه عشان بيحب الاهلي بيتجاوز في حقه. خلونا نواجه اللي من خارجنا لكن من فضلكم مش عايزين نضيع وقتنا في مواجهه من هم بداخلنا ويدعونا هذا الحب الحب يا استاذ ابراهيم مش مشروط ده كلام مهم جدا طيب ختام الفقرة الإخبارية دي عايز أقول لكم أن النهاردة محكمة جنح مدينة نصر حددت جلسة 9 مايو أو أجلت إلى جلسة 9 مايو نظر الدعوة اللي رفعها محمد الشيبي المغربي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات فيما حدث في مباراة الفريقين في 23 يوليو الماضي المحكمة برئاسة المستشار محمد مبارك قررت تأجيل أولى جلسات هذه المحكمة إلى 9 مايو إن شاء الله فيما لم ترد بعد لجنة الانضباط على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة عن خرق لاعب بيراميدز محمد الشيبي لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري ولوائح الاتحاد الدولي بنقل صراع رياضي أو آثار على منافسة رياضية إلى المحاكم الجنائية والمدنية دي الشكوى اللي قدمها النادي الأهلي واللي لجنة الانضباط بسببها استدعت محمد الشيب مرتين ولم يمثل للتحقيق أمامها حتى الآن لم يصدر شيء عن لجنة الانضباط بينما محكمة جنح مدينة نصر أجلت نظر أولى الجلسات لتسعة مايو إن شاء الله أستاذ إبراهيم عدم الرد في مثل هذه الأمور الرد عين كان آه. لأن ردك هيستند إلى قانون ولوائح ونظام أنت عدم الرد بيفتح باب باب الريبة والاجتهاد وهو وهو مسموح بقى لأي حد يعمل كده وهو ده حقيقي ولا مش حقيقي الكلام ده فنتمنى أن نتلقى ردودا تقفل التساؤلات دي وتقفل وتبقى دايما الردود بالأسانيد اللي تخلي الرأي العام يفهمها ويتقبلها كمان طيب والنبي في الجزئية ديت يا جماعة هو لجنة الانضباط محتاجة تسمع أقوال أطراف ولا مش محتاجة هي أصلا مش معروض عليها الموضوع اللي معروض على لجنة الانضباط كما جاء في شكوى النادي الآلي أن خرقا قد حدث للايحة النظام الأساسي وأن في مخالفة صريحة للايحة الفيفا يعني أنت عايز تقول أن في الاعتراض على الشكل مش على الموضوع لا لا مش فكرة الشكل فكره ان الاهلي مش رايح يقول حسين الشحات حصل منه ايه ايوه ما ده, ده, ده فأنت المضمون فانت لا وحتى هو بيتكلم في المضمون القضيه الجزئيه المشكو فيها انه فيه مخالفه حصلت للائحه النظام ان انت رحت اشتكيت اللاعب بتاعي بسبب مباراه كوره للمحكمه المدنيه او الجنائيه هذه المخالفه رقم واحد لائحه الاتحاد المصري تحظر اللجوء للمحكمة الجنائيه انا بس بحاول ابسط الامور المخالفه دي مخالفه في الشكل ولا في المضمون الفصل بين الشكل والمضمون هنا مش في سياقه يا حبيبي لا انت رحت زي ما تقول ايه رحت في للمحكمة غير مختصه لا 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 في حدثين حصلوا أه. في حدث حصل في واقعه ما بين حسين الشحات والشيبي لجنه المسابقات عشان بس لجنه المسابقات خدت فيها عقوبه لجنه الاستئناف اقرت هذه العقوبه هذا موضوع اللي حصل في الملعب تم الانتهاء منه لائحه او لائحه النظام برضو الاساسي التدرج بتاع التقاضي في اتحاد الكوره اي حاجه تحصل لو فيها تقرير تعرض على لجنه المسابقات وللطرف المعاقب حق اللجوء للجنه الاستئناف او التظلمات طب ما فيش تقرير لجنه المسابقات ما تعرضتش تتعرض للفعل لجنه الانضباط هنا اللي حصل في واقعه الشيبي والشحات لجنه المسابقات تعرضت للموضوع وعاقبت حسين الشحات والشيبي او بيراميدز لجأوا للجنه الاستئناف او التظلمات اللي اقرت قرار لجنه الانضباط هنا المفروض الموضوع اللي, خل... اللي حدث في الملعب اتقفل انتهى تماما حسب اللائحه لانه في لجنه المسابقات خلت عقوبه ولجنه الاستئناف اكدت هذه العقوبه او اعتمدتها الفعل اللي حصل في الملعب انتهى تماما، هناك فعل اخر حصل انه اللاعب الشيبي نقل القضيه الى المحكمه وراح قدم بلاغ للنيابه العامه ضد حسين الشحات، اصبح هناك فعلا اخر حدث. المخالفه دي النادي الاهلي اشتكى فيها فهي مش قصه الشكل ولا المضمونة. الشكل المضمون، اصل الشكل والمضمون ده فصل في النزاع الاداري. انت خالفت اللايحه في الشكل بينما المضمون كذا لا. هناك خطأان حدث حدث من حسين الشحات وتم معاقبته عليها وتم اعتماد العقوبة الخطأ الثاني ارتكبه الشيبي النادي الاهلي لجأ للجنة الانضباط او لاتحاد الكورة يقول لهم من فضلكم في مخالفة حصلت اتحاد الكورة الشؤون القانونية فيه برئاسة المستشار محمد المشطة فحصوا شكوى النادي الاهلي وتبين للمستشار المشطة إنه فعلا النادي الأهلي على حق، وإنه اللاعب خالف، وإنه النيابه العامه استدعت اللاعب، وإنه النادي الأهلي لاعبه المحترف معرض لعقوبه جنائيه عن حدث رياضي. رفع مذكره المشطه للجنه الانضباط باللي حصل، أو لمجلس الإداره باللي حصل، إنه شكوى النادي الأهلي مستحقه لأن هناك مخالفه صريحه حصلت من لاعب بيراميدز ضد لاعب النادي الأهلي. اتحاد الكوره بعت للنادي الاهلي جواب يقول له بحثنا الامر وثبت انه حدثت مخالفه للائحه النظام الاساسي وتم رفع الامر الى لجنه الانضباط. هنا لجنه الانضباط الموضوع اللي معروض عليها هي شكوى النادي الاهلي في مخالفه الشيب للائحه النظام. ايه اللي حصل من الشحات وايه اللي حصل من الجمهور الموضوع ده مش بتاع لجنه الانضباط خالص. لانه اللجنه اللي بعد الانضباط اللي هي الاستئناف اعتمدت عقوبة المسابقات واغلق الموضوع. القضية المعروضة دلوقتي على لجنة التظلمات لا محتاجة تسمع رأي الشيبي ولا محتاجة تستدعي الشحات ولا محتاجة تفتح الموضوع. اللي معروض عندك ان في مخالفة حصلت. لما تكون في جلسة محكمة جنح مدينة نصر انعقدت. لما تكون في نيابة عامة باشارة التحقيقات وأحالت القضية للمحكمة. هنا الإجراءات بتاعة التقاضي شغالة على نحو يخالف لائحة النظام الأساسي لائحة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم اللي اعتمدت من الجمعية العمومية في 2019 فيها مادة صريحة أنه يحظر على كل عناصر المنظومة الرياضية اللي للمحاكم للمحاكم المدنية والإدارية والجنائية فيما يتعلق بالمنافسة الرياضية هنا ده نص موجود في لائحة الانضباط اللي المفروض السادة القضاء الأجلاء بيحاسبوا الموضوع على أساسها فأنت عندك لائحة تمت مخالفتها، لائحة النظام الأساسي بتاعت اتحاد الكرة تمت مخالفتها، لائحة الاتحاد الدولي تمت مخالفتها، والنادي الأهلي بعت لك شكوى، الشؤون القانونية في اتحاد الكرة قالت لك الأهلي معاه حق، المخالفة حصلت. هنا المفروض لجنة الانضباط بتبحث في المخالفة اللي حصلت مش في الواقعة الاعتداء، واقعة الاعتداء الموضوع أغلق. بعتوا لمحمد الشيبي مرتين مره رد نادي بيراميدز وقال لهم ادي تذكره السفر اللاعب بتاعي موجود في المغرب وتاني يوم كان بيلعب ماتش وما ازاي لم يتم اتخاذ اي اجراء حتى ولو اداري من قبل اتحاد الكره على هذا الاستخفاف اللي حصل ما تمش اي شيء وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم بعتوا استدعاء تاني في نفس يوم مباراه ما ازاي ده حاصل برضه لان المفروض المفروض مقرر او الموظف الاداري المسؤول عن لجنه الانضباط بيخاطب الانديه من خلال اتحاد الكوره طب انت خاطبت اتحاد الكوره بتقول له ابعت لنادي بيراميدز يستدعي اللاعب بتاعه بكره او بعد بكره الساعه واحدة الظهر واتحاد الكوره نفسه حاطط له ماتش الساعه أربعة ما الطبيعي مش هيجيلك لك طب ده ليه هل مفيش تنسيق ولا في رغبه في المط والتسويف برضو ما تقدرش تقول دي ولا دي المؤكد انه لجنة الانضباط بتنظر في موضوع غير معروض عليها المعروض مخالفة اللجنة او مخالفة اللاعب للايحة النظام الاساسي النهاردة الجلسة تأجلت لتسعة مايو ده شق اخر بقى ده شق اخر لكن النادي الاهلي ناس كثيرة بتسأل هو النادي الاهلي سايب الموضوع لا لا الاهلي مش سايب الموضوع بس السؤال اللي دائم ليه الاهلي ما يروحش الفيفا؟ وهو الاهلي عشان يروح الفيفا لازم يستكمل اجراءات التقاضي الداخلي ده ده النظام بتاع الاتحاد الدولي ينتهي من هنا يعني اذا لم يحكم في لجنه الانضباط عايز تقول يبقى يستطيع لصالح اغلاق الملف آه يبقى او عدم جواز الذهاب الى البتاع يبقى الاهلي يقدر يصدق يصعد بعد الانضباط ما تبت في الامر طيب اذا هو امر معلق ثاني وثالث ورابع لا ينبغي أن يستمر هذا يعني الجدل في أمر يسهل إغلاقه بسهولة جدا وإحنا طبعا بإذن الله ننتظر القرار السليم طبقا للوائح المنظمة للمسابقات وللشؤون كلها لوائح الفيفا والاتحاد المصري ولائحه الانضباط نفسها انا مستغرب انه النصوص واضحه وصريحه ننتظر بس الحقيقه روماريو بقى النجم البرازيلي الكبير نجم 94 ما انتظرش لما يبلغ سن ال 60 في واقعه غريبه جدا حيكون اطول لاعب او اكبر لاعب في الملاعب روماريو نجم البرازيل ونجم مونديال 94 عمل حاجه غريبه جدا هو مبدئيا دلوقتي سنه 59 58 سنه قبل ما يطلع سن معاش قال لك هرجع العب كوره انت بتقول ايه يا عم هو رئيس نادي هو بيملكه في, آه في, آه في البرازيل اسمه أمريكا ريدو جانيرو ابنه بيلعب فيه فقال لك قبل ما يدخل على الستين أنا لسه عندي قدرة أن أنا ألعب فهيسجل نفسه لاعب مع هذا الفريق عشان يساعده في بعض الفترات لكن هدفه الأساسي أنه يبقى لعب مع ابنه في الملعب وأنه على فترات قصيرة جداً قدر يساعد النادي بتاعه هو حر في فلوسه آه. بس عايز أقول لك حاجة آه. اللي ما عرفش روماريو آه. في تقديري انه اهم هداف في تاريخ كره القدم آه. اهم هداف هتقول لي بيليه وهتقول لي رونالدو بقول بقول لك هذا اللاعب اعتزل عنده حاجه و40 سنه عشان تبقى آه. عارف آه. واعتزل وهو هداف آه. آه انت لما تشوف صورته دلوقتي تجده ماسك نفسه أي. ما اكبر كتبه... لاعب في تاريخ كره القدم كان سير ستانلي ماثيوز بطل وهو عنده 51 سنه ده كان وينج رايت انجلترا منتخب انجلترا وجه لعب على فكره هنا في مصر جه لعب وهو عنده 51 سنه في مصر مم. ماتش آآ كان آآ ودي ف ده كان صاحب الرقم القياسي لو هو روماريو لعب هذه المباراه والسجل رسمي هيبقى طبعا لعيب مين هيعرف يجيبه بقى 58 سنه لان هتلاقيهم بقى كلهم كروش وعم قد كده هو ده ماسك نفسه هتبقى آه، حدث طبعا طريف مش هتنتظر منه يلعب كوره يعني على واقف كده هيواصي كوره ولا اتنين ويطلع يعني <applause> طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنسافر معاكم الى لومومباشي عشان نطمن على بعثه الاهلي بعد الفاصل ما تخافش على الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي مسافر لرحله هذا التحدي الصعب والشاق لكن معاه سلاحه وسلاحه اللي المهندس عدلي اشار له من البدايه روح الفنلة الحمراء الكلام ده يا جماعه على فكره بحث علمي يعني في ناس اهتمت ان تبحث بشكل علمي يعني ايه روح الفنلة الحمراء ايه روح التحدي اللي ممكن تتولد عند رياضي علشان تخليه يقهر صعاب قد يراها البعض مستحيله. عشان كده كانت فكره على قدر اهل التحدي تاتي البطولات. اذا كان على قدر اهل العزم تاتي العزائمه على قدر اهل التحدي بقى. طول ما انت عندك هذه القدره على التحدي وعلى الصمود وعلى ان انت تقدر تواجه هذه المواقف الصعبه لا يبقى ساعتها فعلا ما تخافش على الاهلي لانه ده اللي بيحقق البطولات واعتقد ده كان ملخص الكلمه يا باشمهندس اللي الكابتن خطيب اتكلم فيها مع اللعيبه قبل السفر مباشره. شوف طبعا التقاء رئيس النادي في الاوقات الصعبه مع الفريق وخصوصا وهو طالع في مثل هذه المهمات خارج البلاد امر بيبقى مطلوب جدا ومهم وله تاثيره يعني اللعيبه يعني بخبراتها مفروض انها عارفه الكلام ده لكن عندما ياتي التذكر والتذكير من رئيس النادي اللي هو يعني لعيب بحجم كابتن محمود الخطيب يبقى كلام له تاثيره وله معناه عايزين الفرقه اولا واضح ان كان دماغ مستر كولر وهو في الماتشات بتاعه الدوري كلها في برضو وضع في الاعتبار العمق الافريقي والمباراه الاقصائيه اللي هي مازيمبي مباراه مهمه جدا جدا فكان مؤكد مأثر على تشكيلاته وعلى طريقه اللعب نتمنى ان النادي الاهلي يستحضر هذا السلاح طبعا ده منظر الكابتن محمود الخطيب ويلتقي امبارح بعد التمرين آه اللاعبين وهم طبعا راحوا مدينه نصر عشان الارض العشبيه آه. الصناعيه آه. لان هيلعبوا على عشب صناعي أيوه. وفي الظهر هيبقى ولعه انت عارف النجيل إن الصناعي ده بيمتص بيمتص حراره ويضخها اه يعني الحقيقه انا الاوان الاتحاد الافريقي يضع حد لل لان كل واحد يعني يحاول يستغل انه صدر صعوبات للمنافس بعيدا عن الفير بلاي يعني. م. فنتمنى ان الفريق يستحضر العزم والعزيمه ويبقى في حاله بدنيه تسمح له باذن الله انه يستخرج كل مخزون التحدي اللي جوه. طيب الجيل ده من اللعيبه ارتبطوا بالكابتن الخطيب بالذات في البطوله دي لانه الكام سنه الاخيره هو دائم مراسقتهم والسفر معاهم وقريبين منه حتى آه. لما بيج... المجلس يختار رئيس بعثه تاني هو بيروح آه. كداعم أيوه. و... ودي بقى هنا مساله ثقته في فرقته ومساله برضه آآ آآ اعلانه على تحمله المسؤوليه حتى لو الموقف صعب مه. ما يعني ما بينتقيش بقى الحاجات السهله ويروح فيها هو موجود دائما في اصعب المواقف <applause> ودي نقطه مهمه جدا جدا نتمنى ان ماتش مازينبي في الذهاب ينتهي بالنتيجه الايجابيه اللي بنتمناها عشان يعني بس ايه تريحنا فيما هو آتي من الماتشات ان شاء الله بعد لقاء الكابتن خطيب اللعيبه اتمرنت التمرين الاخيره في القاهره ثم اقلعت الطائره الساعه 4:30 العصر امبارح وصلت بعد منتصف الليل راحوا على مدينة لومباش اللي بتستضيف المباراة في ترحاب وتسهيلات كتيرة من السفارة المصرية ما قدمها للبعثة يمكن الجانب الكونغولي ما هوش أحسن حاجة يعني ما كانش متعاون بالقدر الكافي الإقامة في الفندق زي ما عرفت يعني فندق ما هوش أحسن حاجة لكنه أنسب حاجة سيبك بقى من من الفخامه والنبي استاذ ابراهيم طيب يعني اوضاع البعثه آه نعرف من رئيس البعثه الدكتور محمد شاوي عضو مجلس اداره النادي رئيس البعثه في تنزانيا مساء الخير يا دكتور تحياتي وتحيات المهندس عدلي <applause> دكتور محمد وفي ليه في ال <applause> دكتور محمد طيب قطع الاتصال هنحاول تاني طبعا البعثه واخده معاها شيف دائما موجود مع البعثه المهندس سمير عدلي والكابتن خالد بيبو كانوا سبقوا البعثه بساعات وصلوا يمكن الفجر اللي قبل البعثه ما توصل رتبوا اقامه البعثه اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي عشان المباراه على نجيل صناعي فبتدي النادي الضيف حق التدرب مرتين على ملعب المباراه فالاهلي ادى مرانه النهارده الساعه 3:30 العصر على الاستاد اللي هتتلعب عليه المباراة وبكرة الجمعة كمان هيأدي نفس التمرين على نفس الملعب في نفس التوقيت ده الدكتور محمد شوقي مع الكابتن خالد بيبو مع المهندس سمير عدلي ومستر كولر واضح انه قبل التحرك للتمرين الاول ليهم درجة الحرارة طبعا تبدو عالية شوية بالنهار بالذات وده الحقيقة التوقيت اللي هم تعمدوا يلعبوا فيه المباراة برضو يعني كل واحد بيستخدم كل الأسلحة المتاحة ليه. عارفين إن التوقيت ده مش مناسب لينا. الشمال الأفريقي اعتادوا إنه يلعب بالليل فبيجيب لك يحط لك ميعاد نهاري بهذا الشكل يا باشمهندس. طب ما شوفت تعبيرات الوش. أيوة. يعني الناس م... يعني شوف الدكتور. أه. يعني وهو ماشي تحس الحرارة مأثرة على ال ال طيب رجع لنا الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه مساء الخير يا دكتور تحياتي وتحيات المهندس عدلي اهلا وسهلا ابراهيم بيه مساء الخير يا باشمهندس زي, آه زي حضرتك اه دكتور إزاي حضرتك طمنا على احوال البعثه يا دكتور الحمد لله البعثة كبعثة يعني أمر معتاد بعثة النادي دائما هادئة ملتزمة الأمور الحمد لله ماشية كما مخطط ليها وربنا يوفق ان شاء الله التمرين النهارده على ملعب المباراه مش كده كان على ملعب المباراه لان حركه تعلم طبعا احسن مني اللوائح بتقول لو نجيل صناعي بيبقى مرتين على نفس ملعب المباراه مش 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 مره واحده بفعل النجيل الطبيعي <applause> ده التوقيت اللي هيتلعب فيه المباراه مش كده نفس التوقيت إن شاء الله. طيب أخبار بقى الملعب وتأثير الحرارة عليه لأن أنا أعلم إن النجيلة بتصدر حرارة جامدة جدا يعني لما بتتأثر بالجو والجو نفسه عامل إزاي؟ أنا شاف كده ملامح الناس وهي ماشية يعني وكأن الحرارة مأثرة عليها شوية. أكيد درجة الحرارة مرتفعة طبعاً بالنهار بتتحسن في في الليل شوية لكن موضوع إن الملعب نجيلة بتتأثر بالحرارة أو الكلام ده لازم ده أمر فني لازم أسأل عليه اللعيبة أو القائمين على الأمور الفنية لأن أنا ما تأثرتش بيه أنا بره الملعب لكن لكن الجو عموماً مش بالسوء اللي كنا متوقعينه يعني نتمنى إن يوم المباراة يكون يوم زي النهاردة درجه الحراره مش مرتفعه قوي فربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله ده انا بقول الكلام ده لأن دايما كان في تعليمات ان النجيل الصناعي لازم يترش ميه علشان يعني في يعني ما علينا مش هي دي النقطه بقى لان احنا خلاص اتعودنا على الصعاب دي باذن الله ونتعامل معاها يا رب بخبراتنا لكن اهم حاجه ان انت شاعر ب ب ب انت انت سافرت مع الفرقه كتير شاعر ان درجة التركيز والاجواء يعني الناس حاطه نفسها في في اجواء المباراه بالشكل اللي يطمنك؟ لا من اول لحظه في من مطار القاهره لغايه دلوقتي الحمد لله الناس مركزه كويس قوي، الناس متحسبه لكل شيء، الجهاز الفني هادئ الاعصاب وبيتعامل بهدوء شديد جدا مش عايز يعكس اي يعني مخاوف او احساس بان الفرقه قويه المنافسه ولا اي شيء دنيا طبيعيه جدا يا باشمهندس زي كل مباريات الاهلي الحمد لله هي اللوم بعيده عن كنشاسه بمسافه كبيره يا دكتور بألف 1000 كيلو 1000 كيلو اوه, <applause> أوه. <applause> 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 يعني... ده كده مش متوقع ان يبقى في عدد كبير من الجاليه المصريه يعني هو في هنا جالية صغيرة يعني احنا شفنا لغاية دلوقتي يمكن زارونا بعض الناس وفي حوالي 10 أفراد تانيين متو... كانوا متواجدين النهاردة مساء أه... سعادة السفير اللي, اللي... لازم نذكره بكل خير الحقيقة متعاون من قبل ما نوصل للكونغو ل... 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 يكلمنا كنا بنتواصل معه من القاهرة كابتن محمود كان بيتواصل معه بصورة دائمة وأنا كلمته أكتر من مرة قبل ما نوصل ومن ساعة ما جينا الحقيقة وجدنا رجال السفاره موجودين وعايشين في لبومباتشي اللي احنا فيها حاليا واستقبلوا الكابتن سمير عدلي وكابتن خالد ديبو لما وصلوا قبلنا بيوم واستقبلونا احنا بقى كبعثه يوم يوم, يوم ما وصلنا الحمد لله المدينه بيقوموا بتذليل كل شيء ما بيتمش للاسف يعني من قبل النادي المضيف او المنظم للمباراه هم بيقوموا على تسجيل كل الصعاب والعوائق اللي قابلت الفريق او البعثه مقيمين معانا في نفس الفندق سعد سفير شخصيا هيصل بكره ان شاء الله بالطياره عشان يحضر المباراه بعد بكره باذن الله ربنا يوفق. انتوا نزلتوا في المباشي مباشره يا دكتور؟ مباشره طيب حضرتك بتقول للاسف الجانب الكونغولي ما هوش متعاون بالقدر الكافي، هل في معوقات موجوده؟ اه للاسف من ساعه ما وصلوا كابتن خالد وكابتن سمير كل المخاطبات السابق يعني السابقه للمباراه السابقه لوصلهم ما تمتش باي صوره عدد الاتوبيسات المطلوب لم يتم والردود غريبه هو يعني هو ده الموجود يعني كاننا ما تواصلناش قبل ما نوصل قبل ما نيجي ولا الكلام ده م. ال, ال في عربيه للاعلام عربية لل 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 للبعثه يعني مش قادر اوصل اوسط لحضرتك المستوى رغم يعني حضرتك عارف كويس قوي احنا بنتعامل ازاي مع الضيوف ومستوى التسهيلات بيبقى شكله ايه <applause> وناس اي قائمه دائما على تسهيل كل امورهم كانهم في بلدهم مش عارف ليه الطريقه كانت مش 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 جيده يعني في الاستقبال حتى في الاستقبال في المطار ما فيش اي حد من النادي بيستقبل زي ما احنا بنعمل او زي ما كل الانديه بتعمل ما احنا بنسافر برضو بلاد كتير الحقيقه بنشوف تعاون من, من النادي من المضيف لكن الحقيقه هنا مش الامر مش 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 جيد يعني لدرجه مقبوله يعني طب هذا التقصير عن فقر يعني المدينه تبدو امكاناتها ضعيفه ولا عن تعمد ده يظهر الحاله في البلد انا لا استطيع طبعا ان انا اوصف الامر بالتعمد لان ما اعرفش النوايا لكن هي المدينه عموما ضعيفه جدا 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 والامكانات يعني محدوده جدا ما هيش عاصمه طبعا لكن كمان عشان بعدها الشديد ويمكن يعني ما اعرفش ايه المسببات لكن هي المدينه بسيطه جدا جدا وصغيره جدا وامكانياتها محدوده جدا <applause> طب إحساس الرأي العام ولا الإعلام المحيط بالمباراة شاعرين إن في اهتمام كبير وضغط ولا لسه مش باين؟ لا احنا شاعرين جدا وشعرنا النهارده بانزعاج شديد من من الطريق للملعب آه يعني طبعا في 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 حشد شديد وفي مقابلات اثناء الطريق بت... يعني وتع... وتحذيرات و... واشارات وكل حاجه كالعاده يعني في آه. كره القدم افري وي. اه واضح انه يعني انا متابع التصريحات اللي صادره عن ال... عن نادي مازيمبي حتى رئيس النادي ان هم عايزين يحسموا امرهم من ملعبهم وان هم شايفين مباراه الاهلي بالنسبه لهم شايفين ان مباراه الاهلي بالنسبه لهم حاجة لدرجة إن الراجل بيكلم بيدعو جماهيره للصلاة والصوم من أجل الفوز على الأهلي. يعني حضرتك والباشمهندس عارفين أحسن مننا كلنا هذا هو قدر النادي الأهلي وقدر الكبير دائما فالكبير بيتعمل له مش ألف حساب مليون حساب فالراجل بيعمل كل ما يستطيعه للوصول لهدفه وإن شاء الله ربنا يوفق النادي الأهلي بإذن الله. نرجو ان احنا ناخد بقى. من كل هذه السلبيات دوافع استثنائيه وبرضو عشان الناس تتعود ان يعني الكلام ده ما بيكونش معانا باذن الله هي الحمد لله هتكون باذن الله دوافع رجال النادي الاهلي وفريقه وجهازه الفني واخدين الامر ببساطه شديده مش مركزين مع اي حاجه غير في شغلهم التمرين النهارده كان جاد جدا جدا وتشعر حضرتك فيه الناس كلها ناويه نيه طيبه لان شاء الله لانهاء الامر في الكونغو والارتياح التام في القاهره باذن الله. الاجتماع الفني للمباراه هل الاهلي هيعرض مثل هذه الشكاوي او المعوقات على الاجتماع الفني ولا الامور ماشيه؟ لا ده مؤكد كل الامور اللي هتتعرض اللي ذكرناها في الخطاب النهارده اللي كان فيه مناقشات كتيرة قوي مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي آه. وهو الحقيقه من جزء من تعليماته ان الكلام ده لازم يذكر غدا في الاجتماع الفني وانا هحضره بنفسي بتكليف من كابتن محمود عشان نعرض كل الامور اللي ذكرت بصوره رسميه في الخطاب اللي وجه اليوم للجنه مسابقات الاتحاد الافريقي لان الامر ما ينفعش يترك بهذه الصوره المسيح في شوارع ضيقه جدا وسط الجمهور ووسط الاسواق الضيقه جدا جدا فكان لابد من التحذير ولابد من وضع الاتحاد الافريقي عند مسؤولياته وزي ما بكرر لحضرتك ان ذكر هذا الامر في الاجتماع بكره ده احد تعليمات الكابتن محمود. عمليه تامين الفريق في المباراه من المؤكد هتبقى مطروحه في ظل الحماسه الشديده من الجماهير والجو الموجود ده فكرة تأمين الملعب وتأمين اللعيبة في المباراة كده هتبقى مطروحة على الاجتماع هو اللي حضرتك بتذكر تفضلت حضرتك بذكره ده هو محور الخطاب اللي وجه لجنة المسابقات النهاردة وهو التأمين اللي لم نجده اليوم في طريقنا لل... للإستاد فما بالك يوم المباراة اللي هنتحرك حنت... فيها من طريق واحد مع الجمهور اللي داخل المباراة أمر يعني يعني مش 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 مقبول ومش و... 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 ويحذر بامور ب... 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 مش طيبه، فالكلام ده هو اللي قلناه في الخطاب وهنعيده بكره ان شاء الله في ال... في ال... في الاجتماع التحضيري للمباراه، وبرده الشيء بشيء يذكر احنا كلمنا النهارده سعاده السفير وفهمناه اللي حصل لنا واعضاء السفاره اللي موجودين معانا ابدوا برضه انزعاجهم للسيد السفير المصري، فهو الحقيقه كعادته من يوم ما عرفناه من الايام السابقه بادر في لحظات وكلم الجهات الامنيه العليا في في البلد وحذر من هذا الامر وطلب زياده التكثيف الامني لحمايه البعثه في تحركها من الفندق للمباراه لملعب المباراه والعكس وطمنا ان ان شاء الله ان هم وعدوا ان هم هيعملوا ذلك نتمنى ان باكر ان شاء الله في طريقنا للملعب نجد عكس ما راينا اليوم ونجد نتيجه لتفاوضات ساعه السفير انا انا هرجع قبل التوجه للملعب لليله المباراه لان احيانا بيبقى في تصرفات ان في جماهير تروح وتعمل ازعاج عشان العيب ما بتعرفش تنام بالليل قد لا يحدث هذا ولكن ارجو ان برضو نخلي بالنا ان نطلب تامين اه الطرق المؤديه للفندق ان ما فيش جماهير توصل في ليله المباراه الى الفندق. اسمح لي يا باشمهندس دي الحاجه الوحيده اللي احنا مطمئنين ليها آه بس حضرتك مش فاهم من جغرافيه المكان اللي احنا فيه فعشان كده حضرتك متخوف عادة <applause> اللي بيحصل في افريقيا <applause> لا فعلا الاوتيل الفندق اللي احنا موجودين فيه هو موجود في منطقه يعني خارج البلد شويه فيها قدامها بارك مزروع كبير ومقفوله من بدايه طب كويس يعني قبل كويس الاوتيل باثنين ثلاثه كيلو في باب بوابه مقفوله فده الامر الوحيد اللي, اللي جاي في هذا الامر ان, إن شاء الله محدش يقدر يوصل الاوتيل احنا ما فيش حد بيوصل لنا اساس فربنا يسهل إن شاء, ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله يكدر الصفو باذن إن شاء الله المسافه الله من فندق الاقامه للملعب بعيده المسافة من فندق الإقامة للملعب ككيلو متر ما هياش حاجة خالص، لكن إن حضرتك تمشي في طرق ضيقة وأسواق طول الوقت مع كثافة مرورية لا توقف، ما حدش بيوقف, بيوقف المرور عشان حضرتك تعدي، يعني آه. تنسيق آآ مروري آآ ده اللي بيخليها تطول جدا، لأن حضرتك ماشي ببطء أحيانا بتتوقف تماما مع مع الكثافه المروريه احيانا النهارده الامن اللي كان مكلف امامنا خدنا عكس الاتجاه في diff.. يعني الامر مش منظم للاسف اتمنى ان يستدرك هذا الامر بدءا من باكر باذن الله لعيبه حالتهم الموجودين الحمد لله يمكن اخر حد انضم ليكم من المجموعه اللي ما كانتش بتلعب او مصابه كان بيرسي تاو حالته مطمئنه وبقيه اللاعبين يا دكتور والله أنا شايف إن كل الموجود الحمد لله حالته جيدة جدا 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 لا يرقصنا إلا توفيق الله بإذن الله. إن شاء الله ربنا يوفق فتتم الأمور بإذن الله. والشنطة معاك طبعاً. دي دي أمر يعني مؤكد حضرتك عارف. قول لي حضرتك شرفنا ستجد حضرتك شرفنا ستجد الشنطة جاهزة. إن شاء الله. قول لي الشيف اللي بالضحة. موجود الشيف اللي موجود قايم بالواجب وزياده طبعا رجل رائع التزاما ونظافه و... و... واجاده للطهي وطعم يعني نفسه حلو يعني <applause> جيد جدا جدا يعني انا ما استهلكتش الشنطه كتير ما فتحتش <applause> يا <applause> دكتور ان شاء الله نطمن وباذن الله تعالى الفريق يعمل ماتش قوي رب باذن يا الله ويرجع بنتيجه قويه ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله تحياتنا يا رب وتحياتنا رب رب. للبعثه وللعيبه كمان شكرا جزيلا شكرا جزيلا للدكتور محمد شاوي عضو مجلس اداره النادي رئيس البعثه من لوبومباشي وواضح ان المساله صعبه انا بس عايز افهم الناس حكايه الشنطه اه الدكتور محمد شاوي ما يسافرش الا معاه شنطه فيها فطاره وفطار عدد كبير حواليه يجيب بقى الحاجات اللي ايه يطمن الناس الاجبان والاجبان والاجبان والحاجات دي أوه. فهو بيقول لك ما اضطرش يفتحها كتير يبدو ان الشيف عامل حسابه احنا ليه بنقول الحاجات دي بتبقى بتدي جو فيه طرافه وبرده اعتناء بالتفاصيل آه انا اتطمنت جدا فكره ان الفندق وده اللي يهمني يعني ما يهمنيش انه يبقى سبع نجوم ولا خمس نجوم يبقى نضيف بس بعيدا عن المضايقات اه الازعاج اه طبعا لان ده نقطه مهمه جدا والباقي بقى باذن الله كلها حاجات نقدر عليها ونتجاوزها و... و... والدنيا تمشي حلوه باذن الله. طيب بصوا يا جماعه مازنبي مش جديد مازنبي قديم قوي لا ده عريق اولا هو تاسس 1939 بس هو الناس ما بتاخدش بالها انه ده الانجلبير. ده الانجلبير اللي لعب مع الاسماعيلي فاينل سبعين واللي الاسماعيلي خد منه اول بطوله افريقيه تدخل مصر لناد كانت للنادي الاسماعيلي في استاد القاهره في سبعين ده كانت على حساب الانجلبير اللي هو مازيمبي كان وقتها بيعرف باسم الانجلبير. عنده خمس القاب في دوري ابطال افريقيا يعني اذا كان الاهلي بيط... عنده ال11 وبيطمح لل مازيمبي عنده خمس القاب بيتساوى فيها مع الزمالك هو ثاني اكثر الانديه حصولا على البطوله الاهلي قيمته التسويقيه انتوا حافظينها وعارفين ان هي 32 فاصل ما اعرفش 2 مليون دولار مازيمبي قيمته التسويقيه واحد وخمسة من مليون يورو اتاسس 1939 بطولاته المحليه واخد الدوري في الكونغو وكمان حتى الكونغو دي برضو واضح ان كل حاجه بتتغير. كونغو الديمقراطيه دي هي زئير فزي ما الانجلبير مازنبي كان الانجلبير الكونغو الديمقراطيه كانت زئير اللي في 74 خدت كاس الامم الافريقيه من مصر في القاهره. عملت مباراه كانت عجيبه وغريبه الكل بيذكرها بس هي دي زئير مش اللي هي بعد كده كانت مغلوبة 2-0 وكسبت 3-2 اه مغلوبة 2 كسبت 3-2 الفريق المازيمبي عنده 19 لقب في بطولة الدوري واخد كاس الكونغو خمس مرات واخد السوبر الكونغولي ثلاث مرات البطولات القارية بتاعته واخد دوري الابطال قلت لكم خمس مرات وحل وصيف مرتين واخد كاس الكوس الافريقية القديمة مرة واخد كاس السوبر الافريقي ثلاث آه، مرات كاس الكونفدراليه خدها مرتين الوصيف مره في الكونفدراليه لكن كمان يحسب له انه لما راح كاس العالم ايوه في 2010 كان تاني انديه العالم وصل الفاينل وصل الفاينل وخد المركز الثاني انا ده... بس عايز اقول معلومه عن مازينبي اه مازيمبي يا جماعه يملكوا او دايما بيرقصوا اغنى اغنياء الكونغو مم. وصل به الامر كان عندهم لعيب اسمه موبوتو اه الأهل الاهلي ان يحصل على موبوتو ده وكان ابرز لاعب في افريقيا تقريبا امم اول مره يصدر قرار بتاميم لاعب ممنوع خروجه تاميمه الرئيس النادي قال كده لا. هذا اللاعب ليس مش هيخرج من آه. مازيمبي وساهم مع مازيمبي في معظم الألقاب حاولت إنت تجيبه حاولنا كتير مش أنا بس فرق كتيرة داخل القارة يعني فكان يعني الراجل إيه إلا مبوته أه؟ أيوة يعني ده بيقول لك إيه إن هم بيبقوا حريصين على البطولة قوي عشان كده لما تقول لي القيمة التسويقية لأن هم ما بيصدروش لعبتهم عادة <applause> يعني بيتمسكوا بيهم ولذلك مازيمبي من اكتر الانديه اللي بتقدر تفوز بالقاب لان كل نجومه او اهمهم بيبقوا في الكونغو الوضع ده ممكن يكون اتغير شويه ده فيتا كلوب ومازيمبي لانه ده الصراع اللي عندهم المحلي بقى يعني هم وفيتا كلوب عندهم صراع ثنائي دي ارضيه الملعب بس انا عايز اقول لكم مشوار مازينبي ده وصل لغايه كده فين يعني ايه اللي وصله لغايه ده السنه دي هو لعب في الادوار الاولى مع نياسا بيك بولتس الملاوي كسب 1-0 ورجع كسب العوده 4-0 فافتتحها كده ما شاء الله يعني لعب في المجموعات مع بيراميدز هو خرج بيراميدز تعادل مع بيراميدز في القاهره 1-0 بيراميدز فاز عليه 1-0 ثم مازيمبي في ملعبه كسب سان داونز 1-0 يعني هو اتاهل هو وسان داونز هو كان تاني مجموعه خلف سان داونز نوازيب الموريتاني اتعادل معاه 0-0 صفر صفر في موريتانيا وبعد كده مازيمبي قدر في ملعبه يقول له لا تعالى لي بقى راح كسبه 2-0 استضاف بيراميدز خرجوا فيها كسب بيراميدز في الملعب اللي هيلعب عليه الاهلي بكره بعد بكره 3-0 وبعد كده اتغلب من سان داونز 1-0 دي كانت مسيرته يعني مع سان داونز تبادلوا الفوز 1-0 واحد صفر و1-0 واحد صفر كل في ملعبه الاهلي مع فريق قوي دي نتائجه مع سان داونز ومع ومع بيراميدز ومع بيراميدز دول, دول فريق واحد قوي جدا ثلاثة اه ففريق قوي الاهلي لعب معاه قبل كده اربع مرات فاز الاهلي مرتين ومازنبي فاز مره وتعادلوا مره في الاهداف كل واحد سجل في التاني ثلاث اهداف في الاربع مباريات دول ده يمكن مشوار مازنبي لكن هو است هو استعد بشكل قوي طبعا وكسب فيتا كلاب الكونغولي في المباراه اللي انتم شايفينها وتصدر الدوري في بلاده وبقى جاهز وكل التصريحات اللي طالعه من رئيس البعثه أولاً لامين لامين اللاعب السنغالي القديم هو المدرب بتاعهم دلوقتي. فعندهم مشروع عندهم إمكانات عندهم طموح كبير وفي ملعبهم شرسين جدا عشان كده أعتقد مستر مارسل كولر درس الفريق ده بما يكفى يا باشمهندس. نتمنى التوفيق يوم المباراة. نتمنى الحالة البدنية والنفسية تكون في اعلى معدلاتها مم. هو ده ضمانك الوحيد انك تؤدي مباراه جيده طيب على نفس او في نفس الدور هيتلعب طبعا مباراه اللي هتكون في الطرف الاخر الترجي التونسي بيستضيف سان داونز برضه يوم السبت ولكن في المساء والمباراه في تونس وبعدين الترجي يسافر الى الترجي يلعب المباراه الاولى في ملعبه يوم السبت ملعب حماد العقربي في رادس الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره هيحكم مباراه الترجي وصنداونز عمر عبد القادر من الصومال وهيساعده السوداني محمد عبد الله والجيبوتي لبان عبد الرازق مباراه الآلي طاقم تحكيمها عليه بعض علامات الاستفهام البروندي باسفيك ندى بيها وبيساعدوا الانجولي جيرسون ايميلون والبنيني اريك ايمافو والبنيني ايضا لويس دي جندو الحكم الرابع وعنده والغ... وال... الغاني دانيال لاريا ده دا حكم الفيديو وده كانت اسيلت عليه علامات استفهام كتيره قوي وكان اعتقد اخر حاجه في مباراه سان داونز سان داونز بيلعب في ملعبه والكره ليانج افريكانز الكره شفتوها كلكو داخله جوه الخط تخيلوا ان في حكم في الفار يشوف اللقطه دي وما يحسبهاش كرة في ملعب سان داونز سان داونز متعادل في المباراة الأولى يعني الجون ده لو اتحسب سان داونز يخرج فالكرة تنزل من العارضة لجوه خط المرمى وفي وجود تقنية الفيديو ودانيال لاريا ده الغاني موجود وما يحسبهاش ده حط علامات قلق كتيرة قوي لدى الاتحاد الافريقي على هذا الحكم بس الغريب جدا يروحوا جايبينه على طول لمباراة مهمة طرفها النادي الاهلي لنفس الفريق لا دو كان, كان سان داونز مع يانج افريكا يانج افريكا اه هو بيجيبه لمازيمبي مع الاهلي الاصرار على تعيينه برغم وضوح الخطا في المباراه بتاعه سان داونز ويانج اعتقد ثابت علامه استفهام كبيره قوي ما قدرش الاتحاد الافريقي لا يفسرها ولا يغيره كمان ده بالنسبه لطاقم التحكيم اللي نتمنى انه يعني الظنون ربنا يوفقهم ويادوا مباراه طيبه استعدادهم قوي جدا ورافعين التون قوي يعني قريت تصريحات لحارس مرماهم الكلام كله على ان احنا عندنا فرصه لاحراز اللقب مش هنسيب مباراه الاهلي تعدي طب اللعب بالنهار فارق معاكم قال لك طبعا ده يمكن موقع يلا كوره كان عامل معاه حوار فبيقول اكيد المباراة الظهر مع الحضور الجماهيري الكبير على ملعبنا كلها أمور في مصلحتنا وده اللي بيخلينا نشعر أننا سنظهر بشكل جيد جدا قال أنه مواجهة الذهاب في لا توجد مشكلة بالنسبة لنا إحنا هنلعب في القاهرة زي ما هنلعب هنا ومش فارق معانا حاجة إحنا أخرجنا بيراميدز وكملنا في البطولة وعندنا هدف وطموح أن احنا نكسب اللقب أعتقد كل اللي جاي من هناك يوحي بان لعيبه الاهلي مدركه كويس قوي صعوبه المباراه واهميه التحدي وشراسه المنافس لكن هل يؤثر لقاء القمه بكل ما حدث فيه في القاهره على الاهلي في لوبومباشي امام مازيمبي كابتن شوبير سال الكابتن رضا شحاته رضا واحد من اللعيبه اللي رايهم دايما ناضج ومهم نشوف رايهم ايه مدى تأثير هذه الهزيمه على النادي الأهلي في بطولة إفريقيا خاصة الأهلي عنده يوم السبت مباراة شرسة بمعنى كلمة شرسة أمام مازيمبي في سيمي فاينال بطولة إفريقيا. يعني وكيف يتخطى الأهلي الحاجز النفسي بتاع الخسارة؟ انا بشوف ان حته الحاجز النفسي انا ما ببقاش الاقي في الاهلي قوي على القصه دي فرص الاهلي في الوصول للنهائي الافريقي شايفها قد ايه 80% 80% في على أوه حساب مازيمبي مع الملعب الصعب والجمهور الشرس والجمهور هتبقى صعبه بس الاهلي بي... هيلم بسرعه يعني توقعات يعني ان شاء الله الاهلي يعدي يعني ما هو يعدي ازاي ما انا سالتك السؤال ده في اللي فات يعدي ازاي ايه المطلوب من الاهلي عشان يعبر المطلوب من الاهلي تاني اللي هو حتة آه لا اكلمني فنيا شويه فنيا شويه, فنين شوية يعني آه التشكيله بقى والشكل ما تعتمدش ان انت تسيب اللقاء يروح للشوط الثاني نعم تبقى عندك لعيبه ثابته بتشكيل ثابت عشان تبقى الامور بالنسبه لك مستقره عندك لعيبه عندها سرعات كويسه مم. لازم تستغلها زي الزمالك النهارده في الشوط الثاني اللي نا. لعبت بيه في الشوط الثاني طالما عندك آه الناس الاساسيه مش موجوده فيبقى دول اللي اللي يدخلوا الاول نا. طيب كابتن رضا متفائل اعتمادا على ادراكه بالاهلي ويعني سوابق الاهلي وثوابت الاهلي. نتمنى ثاني وثالث ورابع عدو الاهلي في هذه المباراه هيكون الحاله البدنيه والنفسيه. لو الاهلي يستطيع ان يتغلب على الحاجز البدني والاعباء اللي هيحطها عليه الملعب ودرجات الحراره ارى ان كلام انا اروح مع الكابتن رضا مش عايز انا برضو انا مش من نوع يا استاذ ابراهيم اللي بيتنبا لان اعلم تماما ان العبره بالمباراه والتوفيق اه طبعا المباراه يوم المباراه انا اقول لك حاجه ما الناس بتقعد تقول لك المباراه اللي تلعب والمباراه اللي تكسب ويقعدوا في جلد الذات طب ما نشوف ريال مدريد نفسه اتعامل ازاي مع المان سيتي عشان يقدر يعدي الدور ده اللي الادراك بـ بـ باهدافك والطريقه اللي توصلك ليها هو ده الاحتراف مش عايزين حد يبقى بيضغط بالجماليات وبفلان على حساب فلان احنا كل اللي يهمنا ان اللي ينزل يؤدي الهدف الاستراتيجي بتاعنا ده اللي يهمنا اللعيبه بتاعه النادي الاهلي معظمها يستطيع ان يفعل هذا ولذلك انا ما قوي فكره خطأ التشكيل, خطا التشكيل خطا التشكيل خطا التشكيل لان اذا كنا بنقول اللعيبه متقاربه ما يصحش ان احنا الا في حالات مميزه لان انت عندك هيكل برضه ما تقدرش تتحمل غياب احسن مدافع مصر في مصر واحسن جون في, افريقيا واحسن خط وسط في مصر واحسن, وأحسن لاعب افريقي كل دي غيابات أه وبعدين كابتن حسين شحات اللي لازم يتحط في مكانته الحقيقيه كلاعب يعني اقرب لاعب للكابتن محمد بركات وتاثيره في الملعب أه مهارات خاصه جدا بيستطيع انه يحل لك حاجات أه وقت الازمه الحقيقيه في الملعب كل دي غيابات ما كانتش متوقعه وكانت مؤثره جدا أه عايزين برضو تاني وثالث ورابع نعدي هذه المباراه ونيجي بقى في القاهره ومش حنمل ان احنا نناشد جماهيرنا اللي مش مفروض يكونوا محتاجين مناشده ولا حشد ولا تحفيز هم بيسبقونا بكتير في الاهتمام بهذا الامر طيب هم مين اللعيبه ال 23 لاعب اللي سافر بيهم الأهل امبارح واللي موجودين في لوبومباشي لهذا التحدي الكبير مصطفى شبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعه وفي نص الملعب عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وكريم فؤاد واحمد نبيل كوكا واكرم توفيق وكريم ندفد واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو وبيرسيتاو وموديست وكهربا ورضا سليم بيغيب طبعا عن البعثه أو عن الفريق في هذه الرحلة محمد الشناوي وياسر ابراهيم وامام عاشور واليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات للاصابة والتأهيل وعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفالي لعدم القيد في افريقيا. شفنا ازاي فريق مازيمبي وصل لهذا الدور مشوار الاهلي صاحب ال11 لقب والارقام القياسية سواء في الظهور في الدور نصف النهائي او في حيازة اللقب. 11 لقب ما شاء الله، الأهلي عايز يكمل الدسته بإذن الله تعالى هذا الموسم. الأهلي واجه سان جورج الأثيوبي في البداية فاز عليه الأهلي ذهابا 3-0 وإيابا 4-0. يعني يعني إذا كان مازيمبي كسب 1 و3 لا، الأهلي كسب 3 و4. في دوري المجموعات الأهلي بدأ مع مدياما الغاني فاز 3-0. راح تعادل مع يانج أفريكانز في تنزانيا 1-1 واحد واحد. وتعادل هنا مع شباب بالوزداد الجزائري صفر صفر ورد الزيارة لشباب بالوزداد على طول تعادل مع هناك صفر صفر الفريق الوحيد اللي المباراتين خلصوا سلبيا ميدياما والآلي الآلي خسر واحد صفر من ميدياما في غانا بس رجع الآلي كسب يانج أفريكانز هنا واحد صفر وصعد الآلي كأول مجموعته عشان يواجه مازيمبي تاني مجموعته في ربع النهائي الآلي واجه سيمبا التنزاني وكسبوا سيمبا فاز ذهابا واحد الاهلي فاز 1-0 رايح و1-0 جاي وكان الفريق الوحيد في ربع النهائي هو الاهلي اللي سجل هدفين واللي فاز ذهابا وايابا كان فقط النادي الاهلي لانه هذا الدور في بقيه البطوله اكتمل بالتعادلات وركلات الترجيح ده كان هذا المشوار لصاحب الالقاب القياسيه في هذه البطوله واللي زي ما قلت لكم بيأمل ويطمح ان شاء الله تعالى في تحقيق اللقب ال 12 له وده هيكون رقم قياسي كبير جدا وهو رقم لو تعلمون عظيم. ليه؟ لانه الاهلي كل المواقع العالميه هذا الاسبوع والفتره اللي فاتت تتحدث عن الاهلي المصري صاحب ال واربعين بطوله متنوعه في كره القدم. الاهلي اكثر انديه العالم حصدا للبطولات الكرويه المتنوعه هو الثاني اكثر الانديه عالميا في الحصول على الالقاب القاريه خلف ريال مدريد لكن البطولات المحليه والقاريه مجتمعه الاهلي عنده 149 لقب يجلس بها على عرش انديه كره القدم في العالم عشان كده اعتقد البحث عن اللقب 150 يكون غالي جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي زي ما قلت لكم طول ما روح التحدي والفانيلا الحمراء موجوده مع اللعيبه يا باشمهندس مؤكد مؤكد دي من الاساسيات الروح دي من الاساسيات ايا كان وضعك مميز او بعافيه لازم تبقى موجوده لان دي اللي بتميزك ودي اللي بتخلي كل الناس ما تصدقش انها ممكن تكسب الاهلي إيه؟ زي ما بيقولوا الا بعد ما تروح بيتها. مم. بالاضافه بقى الشروط اللي احنا اتفقنا عليها كلنا على قلب واحد رجل واحد رجل خلف النادي الاهلي. الشرطين دول عندما يتحققا ما تخافش على الاهلي. كمان ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي متمسك بالنظام التاريخي بتاعه عشان كده الجمله دي استوجبت هذه الفقره. إدارة الأهلي ضعيفة طب يعني ايه هي بصوا يا جماعة مع كل ظرف حتى لو مباراة الفريق يتعادل يخسر فجأة تنتشر كده حاجة أصل إدارة الأهلي ضعيفة أصل الأهلي إدارة ضعيفة ما بتجيبش حق النادي وبعدين تسمع او تقرا بعض التجاوزات في الالفاظ اللي لا تليق ابدا وده يخليك كنت بقول للمهندس عدلي واحنا بنجهز للحلقه لا واضح ان احنا محتاجين ضبط مفاهيم احنا محتاجين نقف عند معاني ضبط حقيقيه ضبط مفاهيم ولا فرز يا استاذ ابراهيم لا ضبط وفرز وفرز لان مفيش حد اه اهلاوي حقيقي يعني يجيله قلب يتكلم كده في في ظل واقع مخالف تماما للكلام للحقيقة. ده عشان أه؟ كده بقول لكم قلنا لا لازم نتعرض للمساله لجمهورنا ولنادينا ايه مفهوم القوه وايه مفهوم الاداره لانه انا ليه بقول لكم يفضل الاهل ما تخافش عليه طول ما الاهل محافظ على هذا السيستم بتاعه وكل شويه تسمعوا من منافسين اصل الفرق بين الاهل وغيره الاهلي عنده سيستم وعنده نظام واول ما تحصل حتى لو هدف من فاول اوت تسمع كلمه الاداره ضعيفه والاداره ايه وايه وكلمات فيها بعض التجاوز حتى اللي لا يليق حفاظا على الاهلي وجمهوره ووعي جمهوره قبل مجلس ادارته كان لازم نناقش المساله في الاساس يا باشمهندس يعني ايه مستوى اداري قوي او ضعيف مفهومك بعد انت عايز عايز تقول معيار القوه ايه ومعيار الضعف ايه؟ اه هو اصل إيه؟ ودي احد تداعيات السنوات الماضيه. مم. ان القوي واللي كان بيقدر يخرج ويزعل ويتخانق آه. ويتجاوز في حق الاخرين ويحدث انه احيانا كان بعض الناس بتخاف منه فيتحقق بعض الامور اللي اللي هي استثناء وكأنها حقوق وهي مش حقوق م. فيحصل عليها ايوه كده هو ده الاسد كان يقابلها صمت احترام لجوء الى الشرعيه ده طريق صعب وطويل لكن مضمون نجاحه مضمون نجاحه لانه اتى بكل الحقوق اللي كان الناس متوقعه انها تضيع في ظل الدوشه اللي كانت حاصله في الوسط الرياضي والإعلامي. ما زالت بعض تداعيات هذا المشهد على فكره موجوده. بتمارس بلغات جديده ها ومن خلال نماذج تبدو وكأنها وقوره ها ولكنها ماشيه بنفس المنهج. طيب مغازله ايوه اللي هي بتتلخص في ايه؟ مغازله غرائز الناس مش عقولها العواطف مش العقل فيبدو انت لما تعملش كده تبقى ضعيف فهذا امر فيه خلل وفي خطوره انك تصدقه لانه هيقودك الا كانك انت كمان لازم تمشي في الاتجاه ده وتنسى بقى القواعد الـ 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 الاخلاقيه والقانونية والتقاليد اللي هي سبب قوة الآلي الأهلي, الاهلي قوته في تمسكه بثوابته بتقاليده عبر الزمن هنيجي لدي لكن مش هسيب الجزئية القوة اللفظية القوة اللفظية أيوة لأن دي لازم نقف عندها أول معيار من معايير القوة من هنا. هي الضعف أو هي اللي هي قوة الحنجرة أوه. قوة اللسان واخد بالك المهندس عادلي أشار إلى حاجة طبيعة الفترة اللي الإدارة بتنافس عليها إدارة نادي منافس. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لما انتخب في 2018 انتخب معاه في نفس اللحظة أو في نفس التوقيت أو لنفس الدورة على النسق الأخر أو الضفة الأخرى من النهر مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. الساحة الرياضية شهدت من التراشق والتجاوز أعتقد ما يسكم الانوف بجد كلكم فاكرين الدوشه اللي حصلت وكلكم تابعتوا الساحه الاعلاميه كان فيها ايه كان الامر بين القوه والضعف في ميزان المهندس عدلي انه الحنجره تفضل تنتج واللسان يفضل يقول والساحه يبقى فيها كل هذا الانفلات وبين حد يتمسك بالضبط النفس والحكمه والقوه مشفوعه بالقانون كانت الاداره اداره النادي الاهلي مارست افضل انواع القوه القوه مش انا الاسد اهو انا عتريس وكله عارف مين عتريس لكن كانت القوه في قوه المنطق قوه الانضباط قوه مراعاه الظروف قوه احترام الروح الرياضيه قوه التمسك بالمسل الاخلاقيه والتمسك بالحقائق وفي نفس الوقت ما بتفرطش في حقك أبدا ما بتفرطش في حقك أبدا لجات إلى كل الجهات المسؤولة سجلت وقائع أثبتت موقف وفي نفس الوقت رحت للجهة المسؤولة اللي هي القضاء دلوقتي شوف أنت بقى فين وأنا بقى فين إيه نتيجة الالتزام بالحق والقوة والقانون أفضت إلى إيه لأنه ده عدل أصله افضت الى ايه؟ مين بيتمتع بالتقدير والاحترام والدعم ومين خرج بره المشهد؟ وانتخب مجلس جديد لنادي الزمالك. إذن نتفق مبدئيا على القوه اللفظيه والشكل اللي الناس فتنت بيه لان اسف كانت تبقى المساله فيها فتنه في الارض ان الناس تعتقد انه التجاوز قوه. والخروج عن الحدود المألوفة والطبيعية والاداب العامة قوة. بينما ثبت للجميع بما لا يدع ادنى مجال للشك ان القوة قوة الاحترام، قوة الانضباط، قوة الاخلاق، قوة الالتزام بالقانون. افضى الى ما تم والى ما صار اليه المشهد الرياضي دلوقتي زي ما انتم شايفين. فهنا كان معيار القوة. القوة في العمل الاداري. القوة في العمل الاداري. هذه الاداره وانا زي ما قلت لكم في بدايه الفقره هذا ليس مقصود به ابدا الدفاع عن مجلس الاداره اعتقد له من الاعمال ما تشفع وتدافع عنه لكن الدفاع عن جمهور النادي الآلي والمفاهيم الحقيقيه اللي محتاجه يتمسك لا والدفاع عن النموذج اللي احنا مؤمنين انه ده الافضل للنادي هو ده الافضل للنادي هذا طيب. النموذج مهما تغير الافراد يتمسكوا بهذا النموذج بالضبط. هذا النموذج بالالتزام بالسيستم بتاع النادي الاهلي اختبر اداريا في اكثر من معيار. اختبر في قوه صلابته انه في بدايه ممارسه عمله يتعرض الى منعطف خطر جدا وصعب جدا يتعلق برعاه رعاه بيخرجوا وعقود بتنتهي. ثم يستطيع مجلس الاداره ايجاد البدائل ذات الكفاءه العاليه والمردود المادي الاعلى سواء مع شركه ملابس او شركه رعايه فتفاجئوا انه بيعظم موارد النادي الاهلي فهنا الاختبار لقوه الاداره من الناحيه الاقتصاديه لا انت توسعت وزدت ممكن ادعم كلامك بحاجه حاجه ادت الى ايه ان يحصل النادي الاهلي كافضل نادي أدارة ازمه آه، كورونا مع النادي وخرج منها منتصرا العالم كله دي نقطه مهمه مش ده برضه. اختبار اختبار تاريخي فيروس بيضرب العالم موارد لانديه كتيره بتت... مواردها او ينابيعها بتجفف فيكون النموذج بتاع النادي الاهلي انه في هذه السنوات العجاف والظروف القاسيه على البشريه الاهلي بينمي موارده بيعظم قدراته بيواصل بطولاته كانت النتيجه ايه؟ انه يفوز الاهلي بجائزه الابداع الرياضي جائزه محمد بن راشد ال مكتوم في الامارات كافضل نادي اقتصادي تعامل مع ظرف كورونا وكلكم فاكرين لحظه تسلم الكابتن محمود الخطيب جائزه الابداع الرياضي الاداري لافضل نموذج رياضي تعامل مع ازمه كورونا وواجه هذه المخاطر هو, هو النجاح في الازمات معناه ايه يا استاذ ابراهيم؟ دي اللقطة الشهيرة وكان لسه الكابتن محمود الخطيب زي ما انتم شايفين بالماسك لأنه كانت وقتها في خضم كورونا أن تفوز بأنك الأنجح في إدارة الأزمات يعني أنت الأقوى إداريا أي ولا ولا طبعا نتيجة أنك ضعيف إداريا بتكسب لا يمكن وبتتجاوز الأزمات لا يمكن إذن التعامل مع الأزمات بعقلانية وموضوعية وخطط بديلة وحكمة ورؤية مستقبلية هذه قوة عايزين الناس تفكر معانا أنا أدعوهم إلى مشاركتنا في التفكير أوه. أنا لا يعني يعني أنا مش بشطب على رأي حد لكن بقوله فكر في النموذجين دول ده أدى عايز إلى إيه دا ولا ده ولا أدى إلى إيه ألم يحصل النادي الأهلي حقيقة على حقوقه حصل. ألم يحصل النادي الأهلي على الأفضل في معالجة الأزمات؟ حصل. كيف يتهم هذا المجلس؟ الأهلي في دورة ياخد جايزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي والدورة اللي ديت السنة اللي فاتت أو من شهور ياخد جايزة جلوب سكر اللي تسلم جائزتها في الإمارات زي ما أنتوا شفتوا الصورة دلوقتي. ده عن إيه؟ عن تميز الأداء الإداري للنادي الأهلي. طب أنت لما تيجي القوة لا ما تيجي تنكر كل هذا اه هل يمكن اخذ كلامك بموضوعيه ولا الواحد يرتاب شويه ويقول لك الله فارمل اللي بيقول كده بيقول كده ليه؟ عايز يضرب الاهلي او عايز يجرجر ناس وراه أيوة. فكر بالطريقه دي عشان أيوة. كده انا بدعو للجميع ما تاخدوش كلامنا مسلم به فكروا ناقشوا في اللي بنقوله وحطوا آه. دي قدام دي وقولوا لنا ايه النموذج هل نتمسك بقيمنا وتراثنا وتقاليدنا واسلوب ادارتنا؟ وتعاملنا مع الأزمات ولا نغير إلى الأسلوب الآخر أيهما يستطيع أن يؤدي إلى النجاح وده معيار القوة هو ده معيار القوة فمن الظلم جدا إن أنت تبقى زبست تبقى أنت زبست ما هو ده من الظلم بقى أوه. وأنت ليه أنت اللي بيقول كده عايز إيه أوه. عايز يشعرك بالإحباط أوه. عايز يشعرك أنك أنت مهما عملت لن تنال رضا جماهير جزء من جماهيرك أيوه وهذا غير حقيقي. أيه. الغالبيه الكاسحه اللي بتتواصل معايا ومعاك مه. احنا عارفين الاهل ومتحملين في ظاهره. يبقى البعض الذي يستطيع ان يترجم اراءه ولا نصادر على رايه على فكره. طبعا ومش كلهم بنتهمهم بان هم يعني لا لكن احيانا انت من كتر ما يتكرر الامر قدامك تصدقه وتلاقيك بتكرره. ده اللي انا عايز اشرحه برضه. اه. طيب على النحو الاداري والاقتصادي انتوا شفتوا هذا المردود وشفتوا انه هذا الاداء المنضبط اللي فعل موارد النادي وعظم قدرات النادي وعلى القيم التسويقيه للنادي كان نتيجتها ايه؟ انك في الوقت اللي الناس غيرك بيعاني معاناه شديده انت اكملت كل مشروعاتك في دعم البنيه التحتيه الرياضيه بتاعتك، انت طورت الجزيره طورت مدينه نصر طورت الشيخ زايد ومستمر في الخطط الانشائيه والتوسعيه فيها ثم من العدم انشات فرع التجمع وافتتحته الناس اللي زارت فرع التجمع كانت مندهشه جدا بما فيها حتى الوفد السوداني الشقيق وفد نادي الهلال لانه على فكره حتى ده من معيار القوه الناس اللي جرجرتك لمشكله مع الهلال السوداني الشقيق وهي لا تعي طبيعه العلاقات الشقيقه والاخويه وارادوا ان هم يوقعوا بينك وبين الهلال وكتبوا للهلال بيانات وحرضوا كانت النتيجه ايه الهلال هو اللي ادرك قيمه الآل وقيمه العلاقه واهميه احترام الالي للهلال وكانت الزياره الاخيره لمجلس اداره نادي الهلال الشقيق للنادي الالي وازاي رئيس نادي الهلال سعيد جدا كان بالحفاوه والترحيب اللي لاقاه من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الآلي وبدا منبهرا جدا بانه في نادي خلال دوره واحده يقدر يعمل هذا الصرح الكبير والحديث في التجمع الخامس. هل ضبط النفس في احترام العلاقه مع الاشقاء ومراعاه هذا البعد أنت النادي الأهلي ممكن أعاد للعلاقات المصرية الجزائرية الرياضية الدفء والاحترام. دي قوة ولا ضعف؟ وها هو النادي الأهلي ودي اسمع لي. آه يعيد للعلاقات الكروية السودانية اللي هي فيها ما شعوب. أيوة طبعًا. الهلال شعوب الهلال واحد من أكبر الشعبية, الشعبية في السودان. طبعًا. والخر ونادي المريخ اه. سبقه في يعني على الإشادة العلامة. بالنادي الآلي والنادي الأهلي بيمثل أغلبية كاسحة إذن هي علاقات شعوب قبل أي. أن تكون علاقات جماهير ومشجعية يستطيع النادي الأهلي أنه يأخذك من الأزمة في العلاقات إلى الحميمية والصداقة والإخوة الطبيعية التاريخية اللي كانت بتربطك فزي ما أنت بتقول دفع علاقة مع جماهير جزائرية دفع علاقة مع جماهير السودان وهكذا يعالج الأهل أموره ولذلك أنا بقول من دلوقتي مهما لقينا من صعوبات من مازيمبي هنستقبلهم بما يليق بالنادي الآن بالظبط بالظبط لأنه كله معشم وإحنا لازم نكون على قدر العشم هو لما أكسب لازم أكسب نتيجة إن أنا الأحسن في الملعب صحيح مش ان انا اخلق لك صعوبه فاذا كنت انا مش مؤمن بدي مش هعملها الكلام ده برضه لجماهيرنا اوعوا تتوتروا اوعوا تضايقوا لكن احنا عايزين ناخد ان الكل بيرجو ان هو يضعفك شويه عشان يقدر ينافسك هذه مكانه اوعوا تفتكروا ان ده استهانه دي مكانه الاهلي يعني ف... ف... النادي الاهلي قوته الاداريه بتبان في طيب كم ازمه اداريه على المستوى الافريقي انا تعامل. جاي لها. خش بقى انا جاي لها أه. كلمنا على القوه اللفظيه وعرفنا مين قوي ومين ضعيف وكيف آلت الامور وان المساله مش انا عتريس ابدا ثم شفنا الاختبار الاقتصادي في اصعب الظروف اللي ضربت الكره الارضيه وازاي النادي الاهلي تميز بموجب او بموجب السيسم الاداري بتاعه شفنا الاهلي دبلوماسيا بيتعامل ازاي في اعاده العلاقات وترتيب العلاقات بين مصر انا بس حاجه في مصر والسودان لو انساق الخليج العربي لو انساق النادي الاهلي في التراشق وقتها آه. مع نادي الهلال الشقيق ولكن تحلى بضبط النفس طبعا فكانت النتيجه ايه اللي يتجاوز الظرف دوري المجموعات كمان ويكمل آه آه. آه. وفي نفس الوقت ياتيه الهلال ان ي... ان الهلال شافك نموذج م... يحترم على فكره عايز تقيس احترام آه. شخص وقوة علاقة قسها ساعة الخلاف طبعا وقت الازمه وقد كان الآلي هو المنضبط. هذا النموذج اللي يستحق الاعتراف بانه انت اخونا وحبيبنا ويجي نادي الهلال يعزي في الفقيد العزيز آه العمري فاروق الله يرحمه فتكون فرصه لاذابة الجليد وظهور الحقائق وعودة الحميميه في العلاقات إذن هل كانت القوة في التشاحن والتطاحن ولا في الاحترام والمسؤولية كان الآلي في قمة المسؤولية وقوة الموقف في الصعيد الرياضي تعرض الآلة لواحدة من أقوى الأزمات وأغربها اللي ممكن تمر على فريق قريا أنه يفاجأ بأنه النهائي لدور الأبطال يتلعب من مباراة واحدة وانه يحرم من اتحاده الوطني هنا انه ياخد فرصه المنافسه على استضافه هذا النهائي من مباراه واحده ويلاقي كابتن الخطيب نفسه في المغرب واقف مع انفنتينو واقف مع موتسيبي وبيقول لهم نوت فير نوت فير خطيب ما قالش غيرها ده مش عدل وتقريبا شعر يا يعني ريت تشوفوا اللقطه لو انتوا فاكرينها لكن تعبيراتهم ب... جدا شعر انفنتينو بالحرج ومتسب اغلب الظن الكسف كان شعر بالحرج برضه ازاي انا بلعب فاينل على ارض المنافس والفاينل يبقى من مباراه واحده خرقا للنظام مهما قيل ان هم بعتوا جواب بس انا في النهايه تعرضت لهذا الظلم في ناس وقتها الاداره لازم ترفض الاهلي لازم ينسحب الاهل... وسمعتوا بقى الاداره ضعيفه ومش جايبه حق النادي فين القوه ان انا انسحب من البطوله لو انسحبت الوداد خد اللقب هتقول لي طب ما هو كده كده ما الوداد خد اللقب ادي اللقطه ده اللفظ اللي كان بيقوله الكابتن الخطيب نوت فير لانفنتينو وبصوا موتسيبي الراجل باصص بشيء من الحرم انفنتينو بيحاول بي بي يطير بي طيب. اه بصوا اللقطه دي يا جماعه فيها منتهى القوه لان انت لو انسحبت ما كنتش سجلت موقف لا وكانت نتيجتها ايه ايه النتيجه تصحيح الخطا النتيجه انه الاتحاد الافريقي بيعدل عن نظامه ويرجع لاصله تاني ويقول لك الفاينل من مباراتين نزولا عن قوه موقف النادي الاهلي ورئيسه فين ال... لو انت كنت انسحبت الوداد خد اللقب وهتمشي البطوله باستمرار الفاينل من مباراه واحده وتروح زي ما تروح لكن قوه موقفك انت رياضيا احترمت قراراتك شاركت في البطوله وكان يمكن ان انت تكسبها دي مباراه مستر موسيماني وقتها لو كان في شيء من التركيز والتوفيق كنا خدنا الماتش لكن قوه الموقف وقوه القرار وتسجيله خلى الكاف يعدل عن قراره ويرجع للبطوله هنا والكابتن الخطيب هنا يسجل موقف في الداخل عن الخطا اللي حصل في حق النادي فتكون النتيجه إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يشكل لجنة للتحقيق فيما تم وتنتهي اللجنة من كبار المستشارين كما أعلنت الوزارة وقتها إلى أن الإدارة التنفيذية لإتحاد الكرة هي المسؤولة عن هذا الأمر. طبعاً ما حدش حاسب حد وحتى الآن الأمر متروك كده. ما دي مشكلة الرياضة المصرية. قوة الموقف وقدرتك على تصويب الخطأ. شوف يا أستاذ إبراهيم. أنا أنا بقوتي كشفت عن الخطأ. <applause> وتم اعتراف من وزير الشباب اللجنه قالت كده ولما كلمنا وزير الشباب قال ما هو انا دوري خلص كده انا انا قلت خطا انتظر ان اتحاد الكره يعالجه اتحاد الكره ما عليكش. كويس يجي واحد يقولك ما هو الاهلي كان لازم يقوم كده تجاه اتحاد الكره الناس متصوره ان القوه في ان قوتك ايه انك بتظهر الخطا وبتحصل على حقوقك. حصلت انت بعد كده من خلال اقامه النهائي من مباراتين امام نفس النادي انك تاخد منه البطوله في ارضه. يبقى تاني سنه استمتعت بتصحيح بقوتك بقى اه بقوتك. ولكن القول بانك انت القوه ايه؟ انا كشفت الخطا. اذا كانت وزاره الشباب ما قدرتش تعمل حاجه. مطلوب مني ايه؟ لا يترك امامك الا كانك انت إيه تتعامل تقول لهم مش لاعب. ايوه وهنا يكمن كل الناس اللي عايزاك ايوه بترديد كلمه انت اداره ضعيفه عايزينك تنسحب. ايوه عايزينك ما تكملش عشان الانسحاب اللي دفعنا او الاعتذار اللي دفعنا ثمنه قبل كده يتكرر يتكرر فناس ثانيه تستفيد منه. ايوه هل من الحكمه ان انا كنت انسحب؟ ومكسبش البطوله بعديها امم واتعاقب واخد سنه هتروح مني البطوله اللي بعديها اه انا سيخ... يدخل انا ثقتي في موقفي ادت الى اني لا هلعبها واكسبها أه. هو ده القوه أيه. لكن لما يكون النظام اللي حواليا لسه مش بالوضوح ومش بالتكامل اللي يخليك تاخد حقوقك 100% ولكنك تملك مصيرك انت في ايدك محدش يخليك تاخد معركتك لا باسلوبه ولا في التوقيت اللي هو عايزه ما تجيش تقول لي ما تنسحب لا دي مش القوه دي الامنيه التي يريدها من لا يحبون النادي الاهلي مش هيخلصوا من قوه الاهلي الا بانسحابه فهم عايزين كده فاوعوا تقعوا في الفخ ده يا جماهير الاهلي، وإذا كان حد في وسطيكوا بيكتب الكلام ده، ناقشوه بالحجة. صح. إلا الانسحاب. أيوه. إلا الانسحاب. بص يا جماعة الانسحاب في حالة واحدة. اه. عندما تستشعر الخطر في آآ 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 في ملعب آآ آآ الناس نزلت هتعمل مشاكل، الله لا يعيد الأيام دي. اذا كنت تقدر تنسحب في الوقت المناسب انسحب لكن بخلاف هذا لا الانسحاب لغه ركيكه للاحتجاج مش هتجيب لك حقك طيب هتفاقم من ازمتك المهندس عادل اشار لجزئيه الخسائر الرياضيه اللي ممكن تقع عليك لو انسحبت وانه اللي بيطالبوا بده بين ان هم جمهور اهلاوي مخلص متضايق زعلان بس مش مدرك عواقب الامور وما بين ناس مندسه مغرضه عايزه تدفعك لهذا الاتجاه لمصلحتهم هما لكن بالاضافه للكلفه الرياضيه اللي بتفقدك بطولات لا الكلفه الاقتصاديه كبيره لان البطولات دلوقتي ما عادتش زي زمان زمان كانت المساله سهله مش لاعبين مش رايحين ونقعد وما النهارده قرار زي كده اولا يكلفك ماديا كتير لإن تعاقداتك مع الرعاة مرتبط بها أداء عدد معين من المباريات والمشاركة في عدد من البطولات فأول حاجة أنت خسرانها سمعتك في السوق سم... التزامك مع الرعاة مكانتك وترتيبك مكانتك وحقوقك المادية فاللفظ فال... قديم قوي وكلفته الحديثة عالية جدا رياضيا واقتصاديا ومعنويا طبعا وأدبية طبعا لأنك أنت ه... هتفقد فرصتك في المحافظة على المكانة صحيح. وفي منها ومش هتتكرر صحيح لأن وقت ال... الاعتذار السابق ما كانش فيه كل المغاز خالص ما كانش فيه حقوق طبعا فكان القرار سهل آه. وأول ما اتعملت الحقوق رجعنا أيوة بس كان غير ده اتعملت الحقوق بناء على موقف الأهلي وقتها أيوة رجعنا آه. أول ما اتعملت الجواز المالية وأصبح الفوز بالبطولات هو وضع اقتصادي وفني ومعنوي. بالمناسبه دي على فكره الانسحاب وازاي تقدر قوه موقفك. الاتحاد المصري قرر يعمل كاس السوبر من اربع انديه. وبدا يلمح الى انه تغيير النظام الجديد ممكن يدفع اتحاد الكره انه يشارك الزمالك على اساس انه دي بطوله جديده. كان موقف النادي الاهلي قوي جدا مش علشان الزمالك ما يشارك الزمالك ما احنا ها. كل بطولاتنا ما شاء الله كانت على حساب الزمالك الشقيق والكبير يعني ما هيش دي القضيه ده نادي كبير بالتاكيد اقوى واكبر عراقه في المنافسه من بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كيلوباترا الثلاث انديه اللي واجهوا الآلي في السوبر الرباعي اللي اتعمل في دبي طلعت الناس تقول لازم ننسحب وما نروحش النادي الاهلي تمسك بحاجتين تنفيذ لائحه البطوله انه اللي بينسحب بيغيب يعاقب ويتغرم ما معناها ان انت الزمالك مش من حقه يشارك مش عشان هو زمالك عشان اللائحه اللي موجوده اللي انسحب اللي انسحب فكانت النتيجه ان اتحاد الكوره وجد نفسه مضطرا لاحترام لائحته واصغى الى راي النادي الاهلي اللي كان قوي في الموقف انت ما انسحبتش انت فرضت رايك المشفوع بسلامه موقفك لائحيا روح انت بس شاركت معلش في البطولة ممكن عدل ورجعت بكاس البطولة وجايزتها ممكن بس اعدل عشان احيانا يختزل الكلام آه. انا ما فرضتش رايي انا تمسكت بالنظام اه فخليت الناس تفرض النظام اه طيب لو لو الاهلي تسرع وانسحب كان طيب راح علينا لقب وراح اللقب وكان راح اللقب راح اللقب وراحت جايزته وشارك الزمالك وانتهكت اللائحه وانتهكت واتعاقبت وانت انت واللي تبقيت. مش هتشترك بعد كده بقيت انت اللي بتشتكي انت اللي هتتعاقب شفتوا قوه الموقف كان فين حتى في نهائي كاس مصر الاخير اللي طلعت هو في على فكره على فكره استاذ ابراهيم الزمالك نفسه ادرك انه تسرع في الانسحاب اه لانه هو لما انسحب كان مصار هيطربق الدنيا و... لا ال... النادي اللي بعديه دخل تم الاعتراف انه الانسحاب كان خشيه موافقه مو... مواجهه الاهلي لا يعني لا كان أنا... ده اللي اعلن بشكل يا انا ما يعنينيش دي آه. انا يعنيني انه كان متصور ان النادي اللي بعديه مش هيخش آه. فوجئ انه دخل وان انسحابه لم يؤدي لم يسفر هو بيراميدز وقتها اه مش هيسفر عن شيء لم يسفر يعني. عن شيء واصبح فيه ندم على هذا القرار وانه اضاع على نفسه فرصه كانت من الممكن ان تعطيه لقبا كان عنده فرصه ينافس صحيح فاصبح هنا بنقول لكم بقى في في فرق بين الانفعال والقرار الاحترافي المدروس. المدروس بعواقبه دي القوه ان تدرس العواقب وتتجنبها صحيح نفس اللي حصل في السوبر نقله للامارات نقل كاس نهائي كاس مصر للسعوديه طلعت حملات كتيره ما بين انك انت المفروض ما تشاركش وما بين ان انت لازم أن تنسحب وان انت ما تسافرش السعوديه وان الاول مره نهائي كاس مصر يتلعب بره كان النادي الاهلي موقفه نزولا على المصلحه العامه اللي انتم مسؤولين عنها راح الاهلي شارك في نهائي كاس مصر ورجع بكاس البطوله وجائزتها وباحترام الاشقاء ليه مش ده اللي حصل في الامارات واللي حصل في السعودية في كل مرة شوف الاهلي دوره في اسعاد جماهيره والحفاظ على بطولاته والتمسك بحقه القانوني. دي قوة ولا ضعف؟ في كل واحدة من دول لو مشيت ورا الراي المتشنج اللي متضايق وربما معاه حق انه مش مدرك عواقب الامور كنت هتحرم من كل هذه الالقاب وهذه البطولات وهتتعاقب عليها كمان. ويقول لك الادارة ضعيفة. طب الادارة القوية تعمل ايه؟ انت النهارده رياضيا او على مستوى كره القدم الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يعلن عن ترتيب انديه العالم عن سنه كامله تقريبا من مارس السنه اللي فاتت لمارس السنه دي تعرفوا ان ترتيب النادي الاهلي يبقى السادس عالميا السادس عالميا بعدد النقاط يا ريت تشوفوا الجدول السادس عالميا في عدد النقاط من 1 ابريل 23 ل 31 مارس 2024 الاهلي السادس عالميا في هذه القائمه اللي بيتصدرها المان سيتي. تعرفوا اللي اقل من الاهلي مين؟ اللي بعد الاهلي روما الايطالي وبرشلونه الاسباني وخد بقى بقيه الانديه. فانت حتى التصنيف العالمي بتاعك في اللائحه اللي انتم شايفينها انت رقم سته. هتولي حد حاطط مصر بين كبار أندية العالم غير النادي الأهلي هو أنا بس عايز أقول حاجة آه. يا جماعة الألقاب دي والكلام ده مش للتفاخر إنما هي علشان نذكرك أن الأهلي وضع نفسه وفرض نفسه على المناخ الكروي العالمي أن يتردد اسمه في كافة الإحصاءات الاكثر جماهيريه وتفاعلا يطلع النادي الاهلي الاكثر القابا القوة. يطلع الثاني الاكثر جمعا للبطولات المتنوعه يطلع الاول, الأول. المكانه يطلع السادس هو فارض اسمه ده في خلال سنه ده الترتيب اللي خلال سنه احنا بنقول ايه لو كان الاهلي قد انفعل وانسحب لحرم من هذه المكانه عايزين كده يا شباب ما كانش حصل هذا؟ انا الصمارات. هسالهم سؤال آه. تحبوا كده تحب النادي الاهلي كل حاجه لا مش لاعب اصلا الاهلي ما تعملوش معايا كده ولا يكمل وياخد حق يعني ياخد زي ما بيقولوا اخد الحق حرفه باحترافيه وتحصل على حقوقه وتستمر في صداره المشهد العالمي مش المحلي العالمي يا جماهيرنا افرحوا بناديكم تمسكوا بيه زي ما هو كده وادعموه انه يفضل على كده وادعموا ادارته ما تحاولوش تقاوموها وكلام فارغ بخل ايه وضعف و و و و و و و و ايه؟ هل من مظاهر الضعف ان يسيطر الاهلي على الالعاب؟ غير كره القدم كمان. حجيلكوا فيها دي حجيلكوا فيها بعد ما نخلص ده كمان لانه حتى لو خسرت في النص ولو ان الحمد لله لحد دلوقتي ما حصلش. صح. لكن انت انت كسبان كام لقب السنة دي, السنه دي؟ يا جماعه في العاب الصلاة الاهلي كسبان 16 لقب محل وقاري 16 لقب المنافس المباشر للنادي الاهلي وشريكه الدائم بالذات في العاب الصالات نادي الزمالك ولا لقب حتى الان حتى الان اه فانتم متخيلين هو ده النادي الاهلي القوي هو ده الاداري الرياضي القوي اللي عامل كل هذه النتائج وهذه الثمار ويقول لك اداره ضعيفه ماذا تعني القوه غير اللي انتوا تابعتوه معانا في كل ده طب السؤال ليك يا استاذ ابراهيم اه المكانة دي جت نتيجة ايه؟ رؤية طبعا رؤية اه هدف طبعا متحط وتخطيط انك توصل له واداء الاداء ده ارتبط بانفاق رحت عملت شيء غير مسبوق القدرة اه قدرة مالية عرفت توفرها انك تجيب الافضل على مستوى العالم من مدربي العاب الصالات اصبح عندك ديفيز ديفيز لعيب عالمي بيقودك في كره اليد اوجست بوش وشفنا التطور اوجست بوش في كره السله رغم ان اوجست بوش تعرض السنه دي لحجم اصابات زيه زي كره القدم عنده صليبي وعنده كتف مخلوع وعنده في اهم نجوم آه. وعنده شد وعنده كل حاجه هو جوه اه, آه. ورغم كده آه. بيقدر يكسب وربنا يكملها له يعني ده انا متاكد ان أوجوستي لو كان مكتمل الصفوف من اول السنه ده حتى الراجل بتاعه الاجنبي صباعه اتكسر اضطر يخرجه ويرجعه لما خاف عشان يلعب بيه البطوله بتاعه السوبر جلوب فانا هذا معناه ايه؟ هذا معناه تخطيط وقوه انك تقدر توفر للاهداف دي الاسباب بتاعتها الماديه والملاعب والكوادر الفنيه سواء اللاعبين او مدربين طيب مع توفير القدره تحتاج نظام وقوه مع الاداء محتاج قوه مع الرؤيه محتاج قوه كل ده يا جماعه مقومات سيستم اداري قوي عكس كل اللي بيتقال ثم يتقال بقى كل ما تتضايق من حكم احنا الاهلي ما ينفعش كده إحنا لازم نتوقف تاني مفيش حد ينفع يتوقف وإلا يتحمل النتائج وأرجوكوا شيلوا من مفهومنا حتة أنا الأهل اللي المفروض أفرض كلمتي على أي حد ده احترافياً مش موجود آخد حق لأنه أوه. الآخرين عايزينك توصل للنقطة دي أخد حق بقوتي أخد حق بانضباطي أخد حق بالتزاماتي أخد حق بجمهوري لكن ما ماخدش حق بالانسحاب ما خدش حق النظام مش هلعب هو عايزك توصل للنقطه دي هتتعاقب يوم المنى ماديا وهتتحرم ويوسع يوم المنى انك ما تلعبش يوسع طريق لغيرك فشيله من من دماغه حته انا الاهلي اللي لازم الكل يحترمني يحترمني بنظامي ويحترمني بالتزامي ويحترمني بالحفاظ على القانون اللي انا التزم بيه والزم غيري باحترامه ويحترمني بثقه جماهيري فيا والتفافهم حواليا انا عايز اقول انا ليه عمال على فكره الحوار الدائر بيني وبين الاستاذ ابراهيم وال... والادله اللي عمالين نقول احنا بنرتجل قدام حضراتكم دلوقتي أوه. بس هو رساله بنشرككم معانا في هذا الحوار هو مش مش من طرف البرنامج للجماهير فقط ولا وصاية ولا عايزينكم تشتركوا معانا في هذا الحوار وتفكروا فيه ليه بقى لاني انا ما زلت هطلب منكم الفتره القادمه لكل الاسر اللي اعتادت انها تروح ورا الاهلي روحوا وراه في الباسكت روحوا وراه في الكره الطائره خليكم بقلوبكم وراه في كره اليد في الخارج وايضا مع كره القدم مهما حصل خليكم وراه وانتوا لازم الاقوى والاكثر ضخامه وكثافه والاكثر حماسه والاكثر ثقه في فريقها، اوعوا حد يلعب في دماغكم ويدعي انه بيحب الاهلي فيهز علاقتكم بالنادي الاهلي. اللي يسعى لهز علاقه الاهلي بجماهيره هو الذي يكره النادي الاهلي حتى لو لبس عبايه المحب. وسهل جدا تشاوروا عليه. طيب واحدة من القضايا اللي بيبرز فيها اتهام الاداره بالضعف ما يتعلق بالحكام. وكل ما حكم يغلط في الملعب انتوا اداره ضعيفه مش جايبه حق الاهلي. وكان اداره الاهلي تاريخيا كانت ضعيفه وهي بتقدم كل الاحترام للحكام. يا جماعه كابتن صالح سليم عليه رحمه الله كان واحدة من اهم وصاياه للاعيبة وده موجود على فكره في فيديوهات. وهو بيقول للعيبة وقتها في التسعينات احنا خدمين الحكام هو مش, بي... مش بيتنازل عن حق الاهلي ومش بيبرز ضعف النادي الاهلي هو بيأكد على المبدأ الرياضي وفي نفس الوقت مش عايز لعيبته ينزلوا الملعب مشغولين ان الحكم ضدهم ايوه الكلمه دي قلت انا بوفر لهم افضل سلاح يلعبوا بليه. عايز اقول ايه هو مش خدامين المعنى بالمعنى هو الكابتن يقول لهم مهما فعل الحكم احنا موافقين عليه انت لا تغير من الامر شيء اه ولكن قوتك وهنا النقطه اللي لازم الناس تفهمها هو انا ممكن ابقى قوي وانا بظلم ايوه دي قمه القوه ان تكون وصلت الى مرحله اقوى من ظريبة. من التفوق ان تتحمل ما هو يحدث من اخطاء وقد حدثت وفزت بالبطولات ايوه اذا دائما اسلح نفسي ايه بالقوه الذاتيه بقوتي كفريق بعناصري بروح الفانيلا الحمراء بالتوفيق الذي يحالف المجتهد بالجماهير التي تثق في فريقها هي دي القوه مش ان انا انشغل ليل نهار بالاحتجاج على التحكيم احنا اه بنتشغل بايه بتوضيح إن التحكيم مش هنسيبه كده، سيبوا البرامج هي تقول الكلام ده. طيب. لكن الجماهير ما تطلبش من الإدارة أن تفعل أي قرار انفعالي في مواجهة التحكيم. التحكيم اكشف أخطائه، إبرزها، اكشف مجاملاته، إبرزها، وقوي فريقك أن يتحمل ما يتعرض له، سواء من أخطاء أو ظلم أحيانا. فكرة إن أنا الإدارة تحترم الحكام أو تحترم فعل التحكيم ده مبدأ رياضي محترم مش ضعف العكس هو الغلط العكس هو الغلط لأنه يوم ما أنت يصل بيك الأمر أن أنت تشكك في كل حكم النتيجة المباشرة ليها خلاص ما تلعبش أو البعض يردد لك كلمات فانت مش هتقدر تعملها فلما ما تعملهاش تبدو ضعيف بمعنى الاهلي لازم يرفض الحكم فلاني ما هو الاداره دي يا جماعه انت بتدير اداره رياضيه هو كابتن محمود الخطيب ده راجل لاعب كوره كبير مين قال ان هو من حقه او من حق اي مجلس او من حق اي نادي يغير حكم او يختار حكم ده ما بقاش حكم بقى يبقى بقى المنافس من حقه لما يشعر ان انت بتاخد بطولات مش نقيه انت بتسيب المعيار العداله وبتطالب بنزاهه الاداء وبتكشف الاخطاء وبتكشف الاخطاء لكن و... 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 كل ده بتحافظ على قوتك و... انت الفنيه و... و... وبتشاور على موطن الارتياب اه طبعا ليه بتعملوا كده ليه بتحطوا نفسكم في الموقف ده هي دي القوه ارجعوا... ولكن اعمل اللي انت عايزه لكن انا هغلب الظروف دي كلها باذن الله ارجعوا للفتره الدوره الاولى للكابتن خطيب ومجلس ادارته الأهل وقتها هو من طالب المهندس هاني بوريدة وكان رئيس لاتحاد الكره بالاستعانه بالتكنولوجيا الحديثه لتطوير مستوى التحكيم وكان الحرص على تطبيق تقنيه الفيديو ده على فكره كان بالحاح ومطالبه من النادي الاهلي ودي قوه الموقف مش ان انا هتكلم على الكره في سايد او مش في او كل ما يتلغي لك جون او يتحسب عليك ضربه جزاء اداره ضعيفه ولازما مش عارف ايه يا جماعه مش كده ترديد مثل هذا الامر هقول خطورته فين أول حاجة وأنت بتطالب إن الإدارة تعمل موقف فالإدارة بتدرس الأمر ومش مطلوب منها تطلع تقول للناس كلها أنا بعمل إيه في الغرف ده أنا برفض إنه أعضاء مجلس إدارتي يطلعوا يتكلموا على ما يحدث في الغرف المغلقة وده واحد من أهم ثوابت النادي الأهلي ما يحدث في الغرف المغلقة لا يخرج عنها ولما يخرج عنها يبقى فيه خرق لنظام النادي وثوابته ومكانته فانت سيستمك الاداري ان انت بتبحث امورك داخل غرفتك فمش مطلوب منك تطلع تقول للناس انا عملت واحد اتنين ثلاثة لا ده مش مطلوب والا ما تبقاش الاهلي فلما النادي الاهلي يدرس اموره في غرفه المغلقه ما يطلعش يقول للناس انا عملت ايه لكن الجمهور عايز يسمع طب انت عايز تسمع فتبدو المساله بهذا الشكل فلما انا ما استجبش للي انت بتطالب بيه الحكام يشعروا ان الاهل ضعيف ما انت كده بتضعف نفسك انت اللي بتصدر صوره نمطيه غير حقيقيه عنك ان انت بتردد قدام الناس كلها ان انت ضعيف فيستضعفوك فمن في نفسه مرض يضعفك اكتر او يظلمك اكتر وهو مطمن ليك هو مطمن ان انت مش هتعمل حاجه عشان قبل كده قلت وعملت وما عملتش حاجه عشان كده ترديد هذا الاتهام بهذا الشكل

لهذا النموذج الرياضي اللي اعتقد دون هذا النموذج وهذا التمسك به لا رياضيا ولا اقتصاديا ولا في علاقاتك مع الدول وعلاقاتك مع الانديه وعلاقاتك في الداخل وحفاظك على مكاسبك كل ده ما كانش هيتحقق تقول لي أقولك الجمهور ليه حقوق اقول لك الجمهور ليه حقوق تقول لي ان جمهور الاهلي يعامل على ملاعب على بوابات الملاعب بشكل محترم اقول لك اه لازم يعامل بشكل محترم يدخل بادوات التشجيع المسموح بيها يحظر عليه دخول اي حاجه ممنوعه ما ينطبق عليه ينطبق على غيره وندافع عن حقه وما يستفيد به غيره يستفيد به جمهور الاهلي ما يبقاش فيها تمييز ولا تمييز فان يعمل لجنه خاصه للمباريات وللجماهير ده قوه كمان اللجنه يفعل دورها في متابعه مشاكل الجماهير في حل مشاكل الجماهير لان دي موجوده في كل العصور وفي كل الانديه لكن جمهور الاهلي بوصفه الاكثر والاكثر شعبيه والاكثر حرصا على الوجود ودائما في ملاعب النادي يحتاج الى هذا يحتاج الى مزيد من الانضباط ومزيد من الاحترام هو يحترم النظام والقائمين على تطبيق النظام في الملاعب يحترموه وما ياخدش اي حد لاي جمهور في اي نادي ميزه ما ياخدهاش جمهور النادي الاهلي لا في الدخول ولا في اليات الحجز ولا في اسعار التذاكر كافه الامور هذه هو ده النموذج المحترم رياضيا من الاخر بقى آه. ايه القضيه اللي بعد ما كان الكلام على الثوابت والتاريخ والبطولات الحلال والحرام ونادي الدوله والكلام ده كانت القضيه الجدليه التي لم يستطع احد ان يفوز بها ايه مه. الشعبيه آه. صح ولا غلط آه. مين الشعبيه مين الشعبيه كان النادي الاهلي في كل شيء بالتجربه العمليه يرد ويكتسح مهما كنت زعلان ده رأيي بقى مهما كنت زعلان رأيَنا اللي أرجو أن يناقش بحكمة وبوعي روح تحدى مفيش حاجة هتمنعنا إن إحنا نشجع الآن حتى لو في حد عايز يمنعني لا حتى لو في حد عايز يضايقني دعوه الى كل الاسر روحوا انتوا واولادكم وعودوهم يروحوا ورا النادي الاهلي لان قوه النادي الآلي في هذا الحشد الجماهيري اللي الناس كلها اعترفت ان الشعبيه ببعيد اوعوا 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 يختل هذا الميزان هنا الخطر الحقيقي على النادي الاهلي يا جماعه اللي بيحصل وبيحرض على عدم ذهاب مهما كان زعلان تاني وعنده اسبابه نعالج واحنا بالروح ونتحدى واحنا بالروح ونلتزم عشان نروح ونواجه المشاكل ونعالجها واحنا بالروح مفيش شيء يمنعنا عن الملاعب ولا دعم النادي الاهلي ناديكم اخطر شيء عليه غيابكم غيابكم عن المشهد غيابكم عن الملعب ان حد يقدر يقلبكم على ناديكم اوعوا ننجرف لهذا الفخ اعتقد لا في في حاجه فضل. الناس اللي بتعترف اهو طيب من خضم هذا النظام ومن خلال قوه هذا النموذج الاداري الرياضي بكل تفصيلات اللي عرضناها عليكم المدير وهكذا يكون نظام الاهلي الاستاذ حسين حلمي صاحب الرجل القانوني صاحب الدور الكبير في اتحاد الكره لسنوات طوال كتب في صحيفه الوفد وفي عدد من المواقع مقاله يسجل فيها رايه في المدير التنفيذي للنادي الاهلي وانا كويس ان انا قاعد في حضره مدير اخر تاريخي للنادي الاهلي عشان اناقش هذا المعنى فيما كتبه الاستاذ حسين حلمي بحق الاستاذ الدكتور سعد خلي بالك الاستاذ حسين علمي قبل ان يكون مسؤولا في اتحاد الكره كان المستشار القانوني لنادي الزمالك صحيح فهي شهاده من واحد لها قيمتها كتب حسين حلمي كلام في الهواء حدود المدير ومنها هتلاحظوا اسباب قوه نموذج الاهلي اداريا قال حسين حلمي الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي نموذج في الإدارة بغض النظر عن أنه أستاذ الإدارة في كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة إلا أنه يملك رؤية واضحة لحدود وسلطات وظيفته لا يتجاوزها ولا يتدخل في اختصاصات غيره إذا حضر اجتماعا أو مؤتمرا أنا بصحح بس يعني بعكس اللي مكتوب أو يعني اللغة لو يعني. نصب أو آه يعني إذا حضر اجتماعا أو مؤتمرا لا تجده يزاحم اعضاء مجلس الاداره او يزعم معرفته بكل شيء بالنادي وهو بالتاكيد يعلم فالنادي له رئيس وله المتحدث الرسمي وهم المنوطون بهم وهم المنوط بهم الحديث باسم النادي لا عجب فالنادي الاهلي من اكبر الانديه التي تحترم الاختصاصات ده معيار القوه وتعطي كل صاحب منصب فيه حريه القيام بعمله المكلف به وإنني لدي تجربة مع الكبير حسن حمدي الرئيس السابق للنادي عندما شغل منصب رئيس رابطة أندية القسم الأول وبدأ الرجل في إعداد لائحة لعمل اللجنة كان بذات الصفات إنها صفات ناد تربوا عليها هنا ميراث النظام التمسك بالثوابت آه وإنك تورثها جيل من جيل الأمر الذي أزعج بعض الأقزام هو اللي قيمهم وهو اللي أسهم الأمر الذي أزعج بعض الأقزام فعملوا على إبعاده حتى لا ينجح فخرج الأمر من أيديهم فترك لهم الرجل اللجنة فهؤلاء أصحاب مصالح مع بعض أعضاء الجمعية العمومية على فكرة ده بشير على إيه؟ آه لما كانوا بيعملوا الانتخابات وحاولوا أنه ما ينجحوش آه. وتأمر البعض على الكابتن حسن مع بعض أعضاء الجمعية العمومية فعلونا له لهم أي أمر حتى لو كان معارضا لقاعدة أو لائحة ما أكثر الأمثلة بيقول الأستاذ حسين حلمي هذا الرجل حسن حمدي ترك اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة دون تدخل منه طالما ناقش مع اللجنة واقتنعوا بترك الصياغة لأهلها هذه أخلاق ناد حافظ عليها كل الذين تبوأوا مناصب به لعل سعد شلبي يعطي المثل لكل المديرين التنفيذيين في كل الانديه والاتحادات الذين يتصورون انفسهم اكبر من اعضاء مجالس الاداره بالانديه والاتحاد ليس معهم اي علم مثل سعد شلبي ولا موهبته وبعدين لم نقصد احدا كتبها الوحدية في سطر اه بعد ما قصد <applause> وضح شوف انا اللي كان مبسوط وتعاملت معاه في لجنه شؤون اللاعبين وتعاملت معاه وانا في لجنه المسابقات وانا سكرتير الاتحاد وانا عضو مجلس اداره أيه. الراجل ده انا يعني احبه <applause> اختلفت معاه احيانا في بعض الامور وكانت كلها خلافات موضوعيه جدا إنما هذا رجل يعني كان يسعى الى اكتساب الاحترام حقيقي وكان محترما آه هو بيشير الى نقطه مهمه جدا جدا ولما حاب يضرب النموذج بالدكتور سعد قال لهم يا جماعه ده انا عصرت كمان الكابتن حسن. حسن شفته وشفت ان بعض آه يعني بيتعامل مع التلفزيون ازاي ويسيب لهم لا ولما أوه. لما, لما لا يعني بعض الاقزام عايزين يبعدوه هذه الفكرة المتسلطة انك انت اضرب الثوابت الناجحة دي مش مش جديدة يعني وإذا نجحت فيها اللي بيدفع تمن العمل العام مش الشخص الشخص هيبعد ويشوف حاجة تانية ومش هيخسر حاجة لكن المكان اللي كان هيكسب هذا الفكر المنظم الحيادي الموضوعي البناء خسر بغياب كوادر زي الكابتن حسن حمدي مش عايز مناقشة طبعا لما يجي الاعتراف ده من حد اشتغل في الأندية المنافسة وهواه أقرب إليهم ولكنه عمل طويلا في اتحاد الكورة في لجان قانونية ولجان شؤون اللاعبين وكان حكما في كثير من الأوقات في بعض الخلافات في لجنة شؤون اللاعبين قبل الانضباط لا يبقى الكلام له معنى لان هو بيقول لك الاهلي بيفرز نظامه بيفرز هؤلاء القاده الملتزمين طيب ملتزمين ولا ملتزمون؟ ملتزمين, ملتزمين. آه؟ نموذج المدير اه سلطه المدير اختصاصات المدير في وجود مجلس الاداره وفقا للنظام الاهلي من اول ما مارست هذا العمل مم. مديرة للنادي الأهلي وضعت الضوابط في عهد الكابتن صالح سليم أن أعضاء مجالس الإدارة هم أعضاء مجالس إدارة لرسم السياسات واتخاذ القرارات التي تطور من خدمات النادي وتطور من فرقه الرياضية وتحقق أهداف جماهيره وأحلامه من خلال إيه ادارات تنفيذيه يقودها المدير المدير بكامل الصلاحيات ايوه وانا تمتعت ان اكون ايضا المتحدث الرسمي فلم يكن لاحد ان يدلي بتصريح او عقد مؤتمرات الا المدير هو اللي في مواجهه الاعلام والذي يتحدث يتحدث بايه؟ باللي هو عايزه لا بسياسات المجلس يتحدث بما يتفق عليه من المجلس لابراز السياسات وتفسيرها والانتصار لها ايوه فكان النموذج دقيق جدا تورثت تركت العمل جاء من بعدي وكان اعتقد من قبل يتمتعون بهذا انا اتكلم اللي عصيرته تمتعوا بهذه الحقوق وصولا الى الدكتور سعد وهو نموذج كادر علمي مؤهل. طبعا. ايضا يعني يدي ابعاد اخرى. اه. ككادر علمي درس اداره ودرس تسويق ودرس فيستطيع يقدر يدلي بدلوه في كثير من الملفات. صحيح. ولكنه يعلم حدوده. انا وانا كنت قاعد في المجلس اذا اردت ان اتحدث في امر كنت استاذن رئيس الجلسه. طبعا. هو انا يمكن ان اعلق لاني عارف ان انا انا مش دوري ان اتكلم انا دوري ان ادون ما, ما يحدث المجلس. واجهز للمؤتمر الصحفي وانفذ السياسات فكان يسمح ليا كما يسمح لغيري عندما يكون الموضوع في نطاق الخبرات يعني اذا اراد المجلس ان يناقش امر في السياسات التسويق الرياضي مثلا او السياسات بتاعه التسويق الرياضي او الرعايه او او واراد الدكتور سعد ان يتحدث بالتاكيد من غير محضر كده سوف يسمح له ويستمع لرايه بمنتهى الجديه وربما يؤخذ في كثير من الاحيان لان الراجل ده ملعبه فمطلوب ان يدلي بداله ولكنه مش مش من نوع بقى لا يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ الموضوع ده علميا غلط ما يقدرش يقول كده ولا انا ولا الدكتور سعد ولا حد هيعملها في النادي الآن كل واحد عارف حدوده ولذلك ال ال كان مجلس الإدارة يفوض بالصلاحيات ويعطيك كافة الوسائل لدعم هذه الصلاحيات إن ما كانش حد يشترك في نظام أو يحتك بدولاب العمل التنفيذي إلا إذا طلب مدير النادي المساعدة فعندما كان يحدث شأن في النشاط الرياضي ومحتاج قرارات سريعة عملية كان يترك أو يطلب من المكتب التنفيذي التدخل وأنا شاهد عيال كان الكابتن رؤوف يقول لي إيه يا ريت المكتب التنفيذي يساعدنا في كذا في كذا وياخد القرارات كذا فكان بيحصل هذا التزاوج بين بناء على طلب الأجهزة التنفيذية وأيضا الكابتن خالد العوضي يتمتع بهذا الدعم بناء على طلبه طب لو هو شايف انه مش محتاج ده شيل الليلة احنا موافقين وعايزين كده لكن طالما ان الامور فيها سياسات مالية وفيها بتاع يبقى وانت بتدرسها من البداية اشرك المختص قول قول الشق ولذلك قدرت تبني وبسرعة لكن مش مش نتيجة ان حد بيقفز على صلاحيات حد لا يستطيع المدير التنفيذي او مدير النشاط ان يتجاوز اختصاصاته ها الاستراتيجيه ولا يستطيع احد ان يتدخل في العمل التنفيذي الا اذا طلب صاحب الشأن هكذا تدار الامور في النادي الاهلي يا جماعه والله صدقوني حافظوا على ثوابت الاهلي يظل الاهلي قويا وشامخا وكبيرا دي كانت اطلاله على دور المدير في نظام النادي الاهلي وهيكله الاداري والتنظيمي لانه المساله مش سهله انت متخيل ان في مدير تنفيذي بيدير اربع انديه كل نادي منهم نادي لوحده دلوقت يعني ما هو المدير التنفيذي للنادي الاهلي عنده النادي الاهلي في الجزيره وعنده النادي الاهلي في مدينه نصر وعنده النادي الاهلي في التجمع وعنده النادي الاهلي في الشيخ زايد توسع كبير جدا يقوده هذا الرجل في سمفونيه اداريه لو لم يكن هناك من ال... القوة في هذا الجهاز الإداري التنظيمي ما كان الأهلي وما نجح الأهلي ولما سجل حسين حلمي شهادته بحق الدكتور سعد شلبي وقوة نظام النادي الأهلي نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مخلفات القمة تكسب اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي في ظهره وجمهور عنده هذا الوعي وهذا التقدير لقوه النادي الاهلي اداريا ورياضيا واقتصاديا وحفاظا على ثوابته ونظامه وهي دي نقطه الاهلي وقوته ازاي تقدر تستمد من تاريخك قوتك المضافه وازاي تكون عندك القدره على الاستلهام من هذا النموذج التاريخي اللي فات عليه اكثر من 100 سنه ولا زال نموذجا قادرا على الالهام وانت قادر على ان انت تتعلم منه وتستفيد وتمشي على خطى سابقيك هو ده النادي الاهلي وفيما غيره ما يبقاش ده النادي الاهلي بيرس تاو نجم النادي الاهلي والمحترف الجنوب افريقي غاب عن المباريات الاخيره فلحقته ايضا الشائعات لكن سافر مع البعثه وتحدث من I think Saturday is going to be difficult. It's not easy coming to TP Mazembe. But anyway we are looking forward to the game. I think everyone is expecting us to, to try and put our best and, and go through. And yeah, we'll not change anything. We'll try our best. We know it's going to be difficult. Now, look, I think we've gotten some good results uh, this season, away, a way. And then, yeah, we are, everyone is looking forward to this game. And I think uh, the guys that are here are willing to do their job. Even myself, anyone who the coach believes and wants him to do, will try his best to get us a good result. Yeah, look, I was here before I played here, and then anyway, it was difficult. But anyway, I'm looking forward to to being here again, and uh, to see the black and white again here, yeah, the fans. I know it's gonna be difficult, but anyway, we are looking forward to the game. Die. ده بيرسي تاو اللي كل الناس قالت عليه استاذ ابراهيم عنده ازمه ومشكله وزعلان انا ما شفتش واحد زعلان يطلع بهذه الاريحيه وهذه الابتسامه الطبيعيه الغير متكلفه ايوه ويتكلم بهذه الايجابيه ويديلك ال... يدي طاقة إيجابية عن نفسه وعن الفريق وعن المباراة وهنا إنك ال... 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 تلاحظ أن تقريبا مفيش لعيب لم يتم تداوله باخبار سلبيه خلال الفترة الماضيه <applause> دايما نتحدث عن اللعيب اللي ما بيلعبش أي. مش احنا يعني أي. اللي عايز يصدر لك الازمات ايوه فين كريستو فين رضا سليم امم سليم بيلعب واخد بالك أي. طب انت بتغير بدري ليه طب انت بتغير متاخر ليه أي. طب انت ليه ما بتبتديش بالتشكيل ده <applause> طب انت لما ابتديت بالتشكيل ده ركبنا الماتش، طب ما لما ركبنا الماتش ما كسبناش، العملية هناك أهداف وقلب حيلية كولر <applause> قال لك أنا كنت عايز الماتش إن أنا أبادر بالهجوم وبتاع في الشوط الأول وده حصل نص الشوط الأولاني أنا كنت ماسك الماتش، هرب مني الماتش فجأة واستقبلت هدف برضه كان في يعني انت لما تشوف الكرة دي مصطفى شوبير يتصدى اليها تقوم تتجاوز وتتهيا لجزير وهو بيكتب يفاجئ وهو بيجري يفاجئ بيها انها قدامه ما تتكررش كتير لكن هنا برضو نرجع للتنظيم الدفاع لو شوبير وهو بيتصدى كان لقى اتنين لعيبه جري وبقوا جوه الجون كان قدر الناس تمنعها دي بتيجي نتيجه ايه يا استاذ ابراهيم؟ احيانا ما تبقاش خايف من الـ من الموقف <applause> الخوف هو اللي بيخليك تجري وتغطي ده اللي ده بيحصل معاك انت الفرقه اللي خايفه منك ما بيخشش فيها جوان من النوع ده لا الجون الاولاني ولا الجون الثاني انت الجو الشوط الشوط الثاني غيرت في الـ في الهاف بقى ودي حاجه ما كانش بيعملها قبل كده وركبت الماتش حرفيا خمسة <applause> 85 استقبلت هدف بكرة عشوائية من 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 هجمة غريبة جدا رميت اوت تروح وتيجي بالعرض وفي الاخر تخش فيك في وقت كان الكل بينتظر ان انت اللي هتجيب الجول طيب هاجق هاجق انا ليه بقول الكلام ده بقول ان كره القدم مليئه بمثل هذه النتائج وهذه المواقف لكن لا ينبغي ان تسحب ثقتنا من فريقنا ولا ينبغي ان تكون مخلفات القمه تكسف الاهلي والزمالك كلاسيكو عالميا له ترتيب مخلفات القمه تكسف لانه بعض المشاهد والصور اللي ظهرت من هذه المباراة أعتقد لا تليق بقيمة الأهلي والزمالك ولا بالكلاسيكو المصري ولا بدرب القاهرة ولا بالكرة المصرية بشكل ولا بالكورة لأنه الحقيقة يا جماعة أن يفوز الزمالك ما هو كتير فاز وأن يفوز الأهلي ما هو كتير جدا فاز لكن أنتم متخيلين أن احنا تطلع من عندنا هذه الممارسات هاجيلكوا على حاجه مخزيه جدا وارجوكم وانتوا بتلوموا على الجماهير ما تظلموش الجماهير لانه من القاده الرياضيين والمسؤولين الرياضيين اللي وصلوا الى مستوى الجمهور ما وصلوش الجمهور ما وصلوش ولما الجمهور بيوصلوا بنقول ده راي الشارع وده راي الجمهور سواء هنا او هنا لكن انتم متخيلين استاذ عمرو الجنايني الرجل اللي كان رئيس اتحاد الكوره واللي مؤخرا طرح نفسه أنه هيجي رئيس اتحاد الكوره او بيفكر هو راجل زملكاوي وله كل الحق لكن هل ممارسه التشجيع على سطح اعلامي في السوشيال ميديا يصل الى ما وصل اليه ابان ازمه نقل نهائي الكاس للسعوديه أو المباراة الأخيرة بتاعت الدوري للسعودية كتب ولقح ولمح وبسرعة شالها لكن جه يتعامل وشالها ليه يا أستاذ إبراهيم شالها عشان اتقال له عيب لا آه. لأنه عرف إن الحقيقة عكس ما قاله آه. قال لك إحنا وإحنا وبطولة وبتاع وحاب يكتب بطولة من المواقف قالوا له الزمالك كان بعت الموافقة وهو صاحب الملعب وطلع رئيس الرابطة قال لك موافقة الزمالك مكتوبة عندنا بالموافقة فعرف أن ادعاء البطولة أو برافو أو التلقيح اللي قاله مش ملوش أي معنى فبسرعة راح شايله بعد ماتش الأهلي والزمالك في حاجتين الأول الناس اللي بتتكلم على إنه الزمالك إعلاميا بيتظلم يقروا اللي كتبوا الأستاذ ممدوح عباس والأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق واحد من المؤثرين في قرار نادي الزمالك دلوقتي الراجل كتب يا باشمهندس شوفوا بقى قال لك الاعلام الرياضي باغلبيه اقلام كتابه بصوا بقى اللي بيقول لك احنا قله ومظلومين ادي الراجل العالم ببواطن الامور قال لك الاعلام الرياضي باغلبيه اقلام كتابه يقفون الان ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد لكن ما يعكر الصف ان يخرج البعض قاذفا تلك الاقلام بالاساءه وعدم الحياديه وهذا لم ولن يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس ادارته وقال الاستاذ ممدوح عباس واختتم قائلا وان هذه النغمه اصبحت سخيفه وغير مقبوله وعلى من يتبناها ان يخلي مكانه او يلتزم بسياسات الزمالك يعني اديكم شايفين قيادي زملكاوي مؤثر هو عايز يشوف نادي قوي اه مش عايز يشوف كلام يجافي الحقيقه ويظهر نادي الزمالك في ثوب المظلوم أي. وعلى فكره هو دي القياده اللي تخاف منها. آه. اللي هي عايزه تنتشلك من الايه؟ من فكره انك تعيش المظلوم ومش عارف ايه؟ لا انا ماشي كويس تظهرني مظهر الضعيف ليه؟ م. عكس الواقع، انا الاعلام واقف في ظهري. تظهرني ليه الاعلام مش بيساندني؟ عكس الواقع. م. ايه اللي هتكسبه من كده غير انك تعيش في دور المظلوم باستمرار طيب هو ده كلام عشان بين السطور نبقى برضو حريصين على التوضيح ده عطفا على أزمة حصلة إعلاميا بين الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اللي هاجم الكابتن شبير والكابتن إبراهيم عبد الجواد والزميل الأستاذ إبراهيم عبد الجواد وأكتر من زميل ظنا منه او اتهاما او رجما ان هم دول ضد الزمالك، فطلع ممدوح عباس يقول له دول اكتر ناس واقفين معانا، ده اغلبيه الاعلام الرياضي معانا. يا تلتزم بسياستنا يا تبعد عننا او تخلي مكانك. كان الكلام واضح فيما بين السطور عشان يكون التوضيح مهم فيها. لكن على صعيد اخر اكثر انفلاتا. انا قلت لكم الاستاذ عمرو الجنايني. الفيفا كان في فتره ضمن حطه على راس اللجنه الخماسيه اللي ادارت اتحاد الكوره. وهو بعد كده حتى قال ان انا كنت بكلم امير مرتضى واقول له احتاجوا هنا طالبوا بديت وكانت المساله واضحه جدا صحيح الاهلي في عصره خد بطوله الدوري وهو راح سلم درع الدوري للنادي الاهلي بنفسه. لكن انك انت بعد الازمه بتاعه السعوديه والمباراه وعدم نقلها وادعاء البطوله ويطلع رابطه الانديه توضح الحقيقه فيشيل هو البوست بتاعه يجي بعد مباراة القمة يا جماعة لو في جمهور عادي كتب اللي كتبه الأستاذ عمرو الجنايني كنا هنتكلم كتير على الجمهور وعلى وعي الجمهور وعلى توعية الجمهور انتوا متخيلين اللي انتوا هتشوفوه ده من حد كان رئيس اتحاد الكرة ويأمل ويطمح ويطرح نفسه لرئاسة اتحاد الكرة قال مرة تانية معرفش ده هيبقى مقبول ازاي للقائمين على الرياضه على هذا الملف ممكن يقبلوا بحاجه زي ديت والا يبقى الاهلي يمشي يطلع بره المشهد خالص لان حد عنده هذا القدر من التهكم والاساءه والتجريح والتلقيح بحق النادي الاهلي لا لا خالص لانه بعد المباراه اتفرجوا على الايحاءات الساقطه اللي كتبها في حق النادي الاهلي او حق الرياضه او حق المباراه اتفضل ودايما يا حياتي نعيما يا منايا ثم تاني يوم على الصبح مائدة إفطار وكاتب لك إيه؟ إفطار العرايس إفطار العرايس جاهز كنت أنت كتبت عجز كده على لك على يا جماعة أنت تقدر تقول إفطار العرايس جاهز تقدر تحط وليمة وطبعا خدوا بقى المشاهد السينمائيه اللي بيتكلموا عليها خد سيف وهات سيف طيب فطار العرايس جاهز في ايحاء ساقط على فوز في مباراه وضحكة ممكن يقول لك انا والاستاذ كابتن حسين لبيب وطبعا من غير ما اقول معروف ان احنا الضحكه دي على مين بصوا الاسفاف والابتزال والاساءه في حته العرايس ودايما يا منايه سيبكم من الامله ان حتى منايه مكتوبه غلط بس لما يكون في خطا في الاخلاق يبقى الامله سهله. يا جماعه لو تصوير المباراه يا استاذ عمرو لو تصوير فوز فريق في مباراه تحتمل هذه الايحاءات الساقطه لا كنت هتقولي للجمهور والأهل بيمارس ويواصل تفوقه لسنين طويله على نفس المنافس الشقيق المحترم وده اللقاء رقم كام كنت ده ايه؟ بين ال... بين بين في لا... الدوري 127 لا لا السنه س... انت بقالك اربع ماتشات ورا بعض اربع سنين الاهلي بيكسب معقول ال... دور الاول اول ماتش اول ماتش يخسروا مارسيل كولر كسب كم ماتش كسب اربعه طيب فانت متخيل لو الجمهور بهذا القدر من الاسفاف والإبتزال اتكلم على النتيجه في مباراه يتقالوا إيه؟ هذه الايحاءات والسقطات والتجاوزات الساقطه جدا والايحاءات الهابطه المبتذله كان هيتقال ايه على الجمهور واخلاق الجمهور؟ عشان ده يصدر من قياده رياضيه اداره اتحاد الكوره وقال ايه تطمح في العوده لاداره اتحاد الكوره. هل ده يعقل؟ هل واحنا بنلوم الجمهور؟ ما هو مش كل حاجه الجمهور غلط، ما احنا اللي بنشكل الوعي الجمعي. ما احنا اللي بنصدر للجماهير هذه الثقافه. ولما الجمهور يبتلعها ويمارسها ويرد يتألص الجمهور غلطان والجمهور ما يصحش يعمل كده لهذا الحد طب احسبني بقى وحاسبني على اللي فات ده كله ده كان يبقى ايه افطار وغدا وعشاء وحاجات كتيره هل ده صح؟ واحده من اللقطات برضو اللي كانت كاسفه في القمه فكره الكور فكره الكور يا جماعه ده ديربي كلاسيكو مميز في تصنيفه عالميا يوصل بمنافس يخلي الاداريين والعمال يجمعوا الولاد عشان ياخدوا الكور نادي الزمالك النهارده ان هم يخبوا الكور دي حاجه حاجه وحشه قوي رجعونا للستينيات والسبعينيات ان الكوره تطلع في اخر الدنيا يجروا يجيبوها من اخر الدنيا عشان يلعبوا ماتش كوره عيب عيب ده مظهرنا ما ماتش زي ده بيتنقل في بيتنقل في, في الوطن العربي على الاقل كله. والدنيا كلها بتشوفه. فعشان الكرة تتشط تطلع بره عند الجمهور اللي في ظهر الجون يروحوا يجروا عشان يجيبوها من اخر الدنيا لان مفيش 14 كرة تانيين موجودين. عيب. ويروحوا بتوع الولاد يخبوهم في قلب الكيس اللي بيلموا فيه الكور عشان ما يصحش. ما يصحش. احنا كبار قوي يا جماعه. هذه افعال الصغار. هذه افعال الصغار عيب كابتن مدحت شلبي يا باشمهندس هذه لا تليق هذه افعال صغار فعلا كلام يعني ملوش اي معنى غير كده انه يكسب فعلا وانه لازم يحصل له رفض حقيقي مش في خمسين الف ولا ايقاف عامل ولا منع مش عارف اداري يا جماعه الناس لازم تفهم انه ده انتهاك حقيقي لصوره الرياضه وقيمه الاهلي والزمالك وقيمه الزمالك قبل الاهلي الاهلي ما هو كل اللي حصل انه جه يلعب كورنر وما لقاش كوره بقت اللعيبه مستغربه اه انت بتهدي الريتم بتاع الفرقه انت بتوقع ايقاع الفريق في اللحظات الاخيره لكن في النهايه انت بتوقع نفسك في خطيئه كبرى رياضيه الصوره وحشه قوي ده كلام الكابتن مدحت شلبي يا باشمهندس كابتن احمد شوبير احنا بنعلم الناس ايه نشوف نقطة تانية الحقيقة أنا يعني بتمنى إنه يكون فيها حساب وعقاب لأنه في النهاية إحنا بنلعب كرة قدم وفي النهاية إحنا عايزين نستمتع اللي بيفوز بنقول له مبروك واللي بيخسر بنقول له هارد لك تمام التمام على فكرة يا جماعة بس مباريات الكرة بتتلعب بعشر كرات وده بيجي ليه عشان الوقت عشان ما يضيعش وقت زي زمان زمان كنا احنا الكره تروح ورا الجول بقى كسبانين 1-0 ولا حاجه نقعد بقى ناخدها بالراحه ونتنطط وبتاع مش عارف ايه بس ده حقنا لانه في كره واحده لكن انا النهارده آآ آآ لعبت النادي الاهلي عماله تدور على الكره هي الكور فين بصوا بقى حضراتكم الكره في اخر الدنيا ورا ومش عارفين يجيبوا كره ده احنا ولا بنلعب من سنه 30 ما حدش 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 يزعل مني مدرب الاحمال بتاع النادي الاهلي اللي رايح يجيب الكوره من ورا الجون عشان الاهلي يلعب الضربه الركنيه هل ده معقول نشوفه في مصر ده غير مقبول على الاطلاق بصوا بقى حضراتكم يعني عدوا لي الكور دي في ولد اهو ابو فنان صفرة ده معاه معا ولد اهو اللي هنا ده معاه كورتين او ثلاث كور اللي مدينا ظهره واللي قدامه معاه كرتين ادي كده أه أه نقول خمس كور وادي كوره يبقى دي ست كور ده دول اللي, اللي, موجودين في الصوره لم لمنوا الكور وتحطهم في الشنطه هنا في حكم رابع موجود مش حلوم على حكم الساحه في حكم رابع لانه ده دور الحكم الرابع ينادي الكابتن ابراهيم نور الدين يقول له ستوب اقف الكور الكور كلها تيجي ده ما بيحصلش يا جماعه زي برضو عندنا عاده سخيفه وسيئه تبقى هجمه على فريق تلاقي كره تانية كره تانية دخلت الملعب ده يا جماعه مش مقبول يا جماعه في النهايه احنا بنلعب ماتش كرة في حاجه اسمها فير بلاي في حاجه اسمها احترام وبعدين انا هعلم الولاد الصغيرين النشأ ده من دلوقتي وبعدين في الاخر تقول لي غرامه 10000 جنيه و20000 جنيه انا ما يهمنيش الغرامه خالص على الاطلاق انا يهمني ان انا اعلم النشأ السلوك الصحيح يعني طيب انا يعني ال انا فضلت ان انا يعني اعلق على كلام الكابتن مدحت شلبي والكابتن شوبير لان هو نفس هو نفس الاستقرار انتوا آه. بتعلموا اولادنا ايه؟ هي. اولا مع اخلال واضح بمبدا الفير بلاي مع إتاء تصرف المقصود منه يعني اهدار ما تبقى من فرص للمنافس انه يقدر يعوض كلام معرفش ازاي الكلام ده يبقى اجيب اتنين من الاداريين اللي ممكن جدا ما يروحوش مع الفرقه واصلا هم سبب الـ او المتصدرين المشهد وان ما تحضروش ده طبعا ما يحضروش وغرب 10 و20 ويبقى الجماهير اللي في المدرجات بتتغرب بال الف يعني الحسبه خسرانه في الاخر هذا كلام ما تقوليش الكرة المصرية لا ده في جانب اتصرف هذا التصرف مش هتشيلها الكرة المصرية كلها بدليل ان التعليق بعد كده لما تشوف الاستاذ وليد وليد الفراج مثلا عندك الكلام ده ولا لا؟ طب انا مش حاسب الاحداث طيب الفنان الكبير ابراهيم نور قصدي الحكم الكبير ابراهيم نور الدين عمل ايه في موضوع الكور اللي بتضيع هل تصرف قانونا ولا رماه على غيره او زقها بالعصايه كابتن توفيق سيد سجل رايه من الناحيه القانونيه ماذا كان على حكم المباراه ان يفعل مع اخفاء الكور الوقت هو اتحسب ست دقايق وقت ضايع بالظبط وهو كان في وقت ضايع جوه الوقت الضايع وبعدين فوجئنا بالكره بتتاخر وبتنزلش بسرعه والكلام ده <applause> دي النقطه الرابعه اللي كنت هكلم حضرتك فيها م. انا النهارده اي بعد اي حت... احراز هدف على الاقل بيكون فيه كمان دقيقه او يعني على الاقل يعني م. احنا شفنا احتفال لعيبه نادي الزمالك واللعيبه اللي دخلت الملعب والكلام ده كله ابراهيم لو كان زود دقيقه او دقيقه ونص كان هيكون مقبول لكل الناس كان هيكون مقبول للزمالك قبل ما يكون مقبول للاهلي وبالنسبه للنادي الاهلي ما كانش هيبقى انت قصدك على الست دقايق يعني, على الست دقايق اه يعني كان ممكن نلعب حوالي سبع دقايق ونص بدل هو لعب لا ما هو ضاع وقت في الست دقايق انا قصدي كده انا كدا. عارف والكوره والكوره ما, ما كانتش بتنزل ايه رد فعل الحكم لما يبقى الولاد الصبي لا بتوقع. هو طبعا دي بتبقى مسؤوليه يعني انا يعني بشوف دي يعني الحقيقه انا يعني دي يعني انا بسميها حاجه عيب ما يصحش احنا بنلعب في بطوله العالم كله بيتفرج علينا ونلاقي ان بنلاقي ان كرة بتتاخر او كرة تت... او كرة تتشال ده دا... سلوك الحقيقه مش مقبول خالص تماما يعني انا مش مقبول بالنسبه لي لكن على فكره القانون ص... صريح في الحاجات اللي زي كده اذا كرة اتاخرت او كرة نزلت الملعب زي ما شفنا كده على طول لازم الحكم ياخد قرار بطرد المدير الفني لان هو المسؤول بطرد مين؟ المدير الفني للفريق اه طبعا المدير الفني ماله مصيبه الملاعب حضرتك تبص انا هعاقب مين عاقب صيبه الاطفال اللي طرد اللي المدير اللي الفني مين اللي, مين اللي قال له ارمي الكوره مين اللي قال له الكوره يعني المدير الفني للمنظم هي يا فندم في العالم كله النهارده هات اي حاجه اه المدير الفني حاجة. للفريق المنظم للمباراه اه طبعا yeah. هم مين صاحب الملعب الاهلي لو صاحب الملعب وحصل الكلام ده كله بيبقى هو النهارده الزمالك بره يعني بره. اه النهارده الزمالك لازم يبقى في حساب الحقيقه هو انت لما نيجي نتكلم في القانون نجد استغراب وكانه مكتوب لناس غيرنا اه يعني القانون بيقول ايه يا استاذ ابراهيم؟ لو رميت كوره تعطيل الكوره اخفاء الكوره او القاء كوره اخرى يؤثر مش على سير المباراه مسؤوليه مين؟ المدير الفني طيب فين هنا تطبيق القانون؟ ولا ما هو الكابتن توفيق سيد بيقول لك هو ابراهيم نور الدين أيوة لما يقول كده <applause> لازم نفهم ان حتى لجنه المسابقات اللي خدت القرارات العجيبه دي ما في اتجاه المسؤول لا هي أصل مش هتاخد عقوبه ضد المدير الفني حكم المباراه يطرد المدير حكم الفني حكم المباراه اما يطرد المدير الفني يعني دي مسؤوليه المدير الفني أيوة. يبقى انا لما اعاقب اعاقب المدير الفني م. يا استاذ ابراهيم ما نقعدش نتخيل حاجات هي مسؤوليه المدير الفني ليه قالوا مسؤوليه عشان لا يجرؤ احد انه يعملها باعتباره انه هو الهيد بتاع قائمه المباراه باعتبار ان انت بقى آه. لو هتتصرف عيل صغير من غير كده مسؤول انت. يتحملها الكبير انت الهيد بتاع الدكه يبقى الكبير ده آه. ينبه من اول دقيقه خلاص هو هو المسؤول حد... هو ده الشيء المنطقي آه. اللي يخلي الظاهره دي ما تتكررش مش زي ما يقول الدكتور وليد دعبس تعالوا ها الموضوع ده حصل ولا ما حصلش لا الشباب اللي بيبقى واقف المسؤول عن الكوره و... ويجيب الكوره والكلام ده. مم. الموضوع ده خلي بالك ممكن يخرج بينا بمشكله كبيره قوي. يعني مم. احنا امبارح شفنا في تعطيل، الكرة ما كانتش بتيجي، الناس كان الاهلي كان بيدور على الكرة مم. طب حصلت مشكله ما بين لاعب من الاهلي في عز نرفزته، في عز ما هو عاوز مم. انه يحقق هدف، وما بين شاب من الشباب الصغيرين دول، مم. هيحصل ايه؟ هتحصل كارثه. هتحصل كارثه وهيبقى الايمج يعني هيبقى كمان صوره اللاعب ده طبعا سيئه جدا م. مع انك مش هتقدر تحاسب اللاعب على حالته وهو في قمه تركيزه وتخليه بيفقد تركيزه الموضوع ده عايز وقفه وعايز حل لاننا تعرضنا كا في نفس المباراه بتاعه الزمالك برضو ما بين مودرن فيوتشر والزمالك للكلام ده في الكونفدراليه يعني اه يعني احنا دي دي بقت ترند خلاص يعني بقت عاده ان احنا بنتعرض في المباريات الخاصه بالفريق لأن المباراة الأخيرة كانت للزمالك مم. اللي بين مودرن فيوتشر والزمالك مظبوط برضه باينة الكورة بندور عليها وبنجري وراها ومفيش حد بيجيب الكورة وهكذا مم. فده بقت أسلوب حياة زي ما بيقولوها كده آه. أنت بينتهي الأمر إن اللاعب بيخرج هو وجهازه الفني بره خالص الإيه التركيز لأنك مم. أنت بتجري ورا الكورة وممكن يتسبب في مشكلة كبيرة مم. ممكن يتسبب في مشكلة مع الجماهير نعم آه. انت لازم تحل القصه دي آه. لازم لها ان الاستاد اللي بيتابع فيه الماتش ليه ما يبقاش فيه شباب من الاستاد مسؤول عن القصه دي وليس له انتماء لاحد الناديين م. يعني ليه ما تبقاش كده ليه ما يبقى زي, زي التنس زي التنس م. لما بيتلعب م. بتشوف اللاعب المسؤول او سوري الشاب اللي مسؤول إنه يجيب الكوره آه. بتاعت التنس تشوف الحركه والسرعه صح. وبيتدربوا عليها خلي بالك في تدريب على الكلام ده الموضوع مش مش كده سمهلالة زي ما احنا ماشيين آه. لا ده لازم يعرف ازاي يجيب الكوره وازاي يسلمها لللاعب آه. بطريقه معينه بص طريقه تسليم كوره التنس للاعب كرة التنس بتتم ازاي ده. ده تعليم م. ده لازم يكون عندنا مدرسه بتعلم الناس دي الكلام ده م. وهتلاقي ياما شباب متبرعين في القصه ديت لان هم يتمنوا يحضروا الماتشات بس ما يبقاش انا جايبه من النادي ده او النادي ده الاستاد بياخد كتير جدا آه. بياخد فلوس كتيره جدا نظير الماتش أيوه. ما ودي حاجه خلي بالك هتبقى بسيطه جدا بس م. بالعكس هتدي ايمج حلو ان الاستاد متكامل زي آه. ما هو مسؤول عن كل الخدمات اللي فيه دي تبقى خدمه من الخدمات بتاعته طيب مجموعة من الأمور شديدة الأهمية أشار إليها الدكتور وليد دابس. أول حاجة إنك أنت بتعلم الولاد دي إيه؟ تاني حاجة إن ده موقف متكرر من نفس الفريق قدامنا. وكأنها أصبحت أسلوب حياة. ولهذا لما القانون بيقول إن الذي يعاقب المدير الفني عشان ما تحصلش تاني. <applause> لدرجه انه اقترح ان يجيب ناس محايده هي اللي تكون مسؤول عن كده عمال الاستاد بقى وهذا هذا في كل الاحوال لما قال لك ان الفريق ده بيحدد مسؤوليه ده بيدي مسؤوليه مضاعفه على الفريق المنظم زي اللي بيحصل ان الطوبه اللي تترمي من المدرج تبقى مسؤوليه النادي تلغي المباراه لصالح المنافس <applause> طب ما هو ما قالش ان اللي رمى توبه يكون مسؤول. ده بيحمل المسؤوليه زي ما مصر دفعت كلها طوبه زيمبابوي طوب... طوبه طوبه زيمبابوي نتيجه واحد ادعى المدير الفني انه اتعور او اتعور الله اعلم واتعادت المباراه وطاحت بفرصه مصر بعد ما كان كسبان الماتش الى خارج المنافسه في تصفيات كاس العالم. أيه. ما قالش اقبض على اللي عمل كده وعاقبه. ولذلك هذا القرار الهزيل الغريب اللي ما راحش مع القانون ان يحاسب المدير الفني ما اتكررت ليه لانه لان المشهد بتاع فيوتشر في الكونفدراليه اتكرر فخلاص خ... اتكرر لو كانت العقوبه اتخذت ما كانش هيحصل كده طيب هو انت بالضروره لما تعاقب المسؤول تستفيد لا مش بالضروره قد يكون الفريق اللي, اللي 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 هو خايف لا يتعادل يجيب جون تاني قد يكون وهم بيقولوا كده احنا ضيعنا جولين في الوقت بدل الضار اذا المساله يا جماعه مساله اخلاقيه مساله انضباطيه مساله نظاميه مساله نظاميه اولا واخيرا لا يمكن ان توضع الامور وان تترك هكذا لان برضه زي ما قلنا وعلى فكره اكتر ناس يجب ان تكون مستاء من هذا المشهد هو نادي الزمالك نفسه اه طبعا وهو, وهو يعني على الاقل ايه اللي حصل الناس سايبه المكسب وبتتكلم في حاجه زي كده ايوه لانه موسيقى. أيوة ما انا بقول لك آه. انا من نادي الزمالك وابتدى البعض يقول لك هو إيه انت بتتكلموا في دي ليه لان ده وضع غريب اه طبعا ما كان ينبغي ان يحدث آه. انت اللي تسببت فيه بعض المفاهيم الخاطئه لبعض اللي دارين عندك هم اللي تسببوا في سحب الاضواء الى مشهد سيء صحيح ف, ف... يعني الكلام ده زي ما انت قلت كنت اتمنى ان يحدث تحقيق ويعالج جذريا وما يتكررش وما يتكررش دمتم للأهل دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير إن نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله اسبوع على خير كلام بجد شد